صباح الخير والمحبة على كل اللي بيشوفونا، صباحكم كله أمل وتفاؤل. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز. على مدار الساعتين اللي جايين هكون معاكم فيها أنا نهى درويش ومعايا زميلي محمود السعيد. صباح الخير يا محمود. صباح الخير يا نهى. فين الأمل والتفاؤل؟ مش عارف فين الأمل والتفاؤل؟ جو برد قوي. صباح الخير على حضراتكم وأهلا بكم. يا رب حلقة جميلة تكون في نهاية الأسبوع، حلقة الويك إند اللي دايما بتكون متنوعة، ودايما بنحاول نجيب لكم مجموعة من الفقرات المختلفة والخدمات اللي بتكون معاكم على مدار الساعتين. وزي ما قالت نهى إن شاء الله يكون تفاؤل وأمل، ودايما كل صبح بندعي إن شاء الله يكون أحسن من اليوم اللي قبله. خلينا بنبدأ مع حضراتكم حلقتنا على طول، وبنسأل دايما بسؤال النقاش. النهاردة هنتكلم عن أوقات الفراغ وإزاي بنقضيها. هل في ناس لسه بتقرأ؟ أنا لسه كنت عايز أقول لسه بتقرأ القراية وفكرة القراية، وفي ناس طبعا قاعدة 24 ساعة على السوشيال ميديا زي نهى. لا والله بقرا حاجات كتير. والخروج طبعا، او الناس اللي بتخرج. وفي الشتاء انت اكيد ما بتخرجيش يعني؟ شوفي يا ورا كل لا احنا حاجة. انا يعني ما بخرجش، بس انا بحب اقرا روايات، وبحب اقرا حاجات عن علم النفس كتير. وطبعا السوشيال ميديا، يعني هي السوشيال ميديا ساعات بتبقى اسهل بكتير انك انت تقعد، يعني لو انت قاعد في السرير بالذات في اليومين البرد دول، يعني قاعد ماسك الموبايل بتضيع وقت. بس طبعا في كمان الرياضه، انت عارف يعني بالظبط احنا احنا بنقضي وقت الفراغ في الرياضة. يعني دي حاجه من الحاجات المهمه. بس انا عايز اسالك على حاجه، مش عايز اخرج بره الموضوع قوي. ايه رايك في القرايه؟ الناس اللي بتقرا من الموبايل دلوقتي، ما بقاش حد يمسك الجورنال، ما بقاش حد يمسك الكتاب، بيقرا ساعات حاجات بينزلها، مقالات بيقراها من على السوشيال ميديا. هل ده بقى بيعتبر انه بيدخل اوقات فراغه ما بين استخدام الموبايل؟ لا، هقول لك على حاجه. الكتاب ليه حاجه تانية، مذاق خاص. يعني انا ما بعرفش اقرا من على الموبايل خالص، يعني حتى لو الكتاب انا واقفه في حته فيه ونسيته مثلا، ما اعرفش اكمله، رغم ان كله بيبقى موجود اونلاين، بس ما بعرفش اكمله خالص غير من صفحه الكتاب. هو ليه طريقه. السوشيال ميديا احنا ممكن تكون بتستخدم في حاجات تانية، يعني ممكن نكون بنشوف تبع بيها اخبار، بنتفرج على صور، بنتفرج على اخر الاخبار اللي بتحصل. بس قرايه كقرايه اعتقد ان هو الكتاب. طب الخروج بقى، يعني عشان برضو احنا قلنا ثلاث حاجات، يعني ما في ناس بتحب تخرج على طول، في ناس بتحب تقرا، في ناس بتقعد على السوشيال ميديا، واحنا طبعا قلنا الرياضه، لان انا واحد من الناس لازم عندي يوم او يومين بعيدا عن انه مثلا اربع خمس ايام جيم، لكن في يوم او يومين بقول عليه وقت الفراغ بتاعي لازم العب كوره. فدي الحاجات اللي هي الاساسيه. رأيك إيه في الخروج؟ في ناس بتخرج كل يوم مع صحابها. والله أقول لك على حاجة، يمكن قبل قصة الكورونا دي فعلا، يعني من سنتين فعلا الواحد كان بينزل كل يوم، بننزل نعمل أي حاجة، نتمشى في مول، نقعد في حتة ناكل. بس يمكن بعد الكورونا وتعودنا إن إحنا نقعد في البيت، الدنيا ما رجعتش في النزول زي الأول. بقينا بنكسل خلاص، تعودنا على قعدة البيت أكتر. تعودنا، يعني أنا بتكلم عن نفسي شخصيا. يعني لو عندي وقت فاضي أحسن، ممكن أنام بدري، ممكن أروح الجيم، لو ما عرفتش أروح الصبح أروح بالليل، يعني بقضيها كده. بس الخروج ما أعرفش، هو من ساعة ما إحنا قعدنا في البيت من سنتين كده وتعودنا على قعدة البيت، أنا وصحابي بصراحة ما بقيناش يعني بنكسل، يعني ممكن نتجمع عند بعض في البيت. طيب إحنا قبل ما طبعا ما يعني ما نتكلم مع حضراتكم ونقول الحاجات اللي هي كل واحد بيعمل إيه، نقول إنه عموما يعني دايما دي بتبقى نصيحتنا كل يوم الصبح، أوقات الفراغ لازم تستهلك أو إنها تستخدم في وقت مفيد للواحد. ما ينفعش وقتك يضيع كده، لأن هنربطه بكلمة إن الوقت يعني كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فأنت لو عديت أوقات كتيرة، في ناس بتقضي وقت فراغها إنها ممكن تاخد كورسات معينة، في ناس بتاخد تعمل هوايات مثلا، في ناس بتاخد ورش تمثيل، في ناس بتاخد حاجات ليها علاقة بالكمبيوتر. يعني أقصد إن أوقات الفراغ ما ينفعش تعدي كده، سواء لازم تبقى في رياضة، لازم يبقى فيه قراية، لازم يبقى فيه كورسات، ما ينفعش يبقى وقتك بتعديه إن هو بشكل كده وخلاص. طيب بنروح دايما بعد لخدمتنا الاولى واللي متعودين دايما عليها معانا في هذا الصباح، هي احوال الطقس والجو اللي احنا طبعا كلنا بنتلج كل يوم منه. هتقدمها لنا زميلتي سمر زويري. صباح الخير يا سمر. صباح الخير. انا صباح الخير يا محمود. بتقضي اوقات فراغك ازاي برضو؟ يعني عشان الحقيقه هو طبعا كلنا يعني زي ما احنا متفقين، السوشيال ميديا اكيد
اوقات قرايه اوقات شوبينج، يعني ما نختلفش عن بعض كتير. كلنا يعني نفس الجيل. بتعرف منك على اخبار الطقس. مرسي. دلوقتي خلينا ننتقل للتعرف اكتر على احوال الطقس، حيث تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم الخميس انخفاضا بدرجات الحراره، ليسود طقس بارد نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل للبروده على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، ومائل للبروده ايضا على جنوب الصعيد، شديد البروده ليلا على كافه الانحاء يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء. كما اوضحت هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم امطار او سقوط امطار خفيفه على السواحل الشماليه الشرقيه وسلاسل جبال البحر الاحمر، وكذلك شبوره مائيه كثيفه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. لتعرف أكثر على درجات الحرارة المتوقعة لليوم، فدرجة الحرارة في القاهرة الصغرى 8 درجات والعظمى 15، في الأسكندرية الصغرى 8 والعظمى 15، في مطروح الصغرى 8 درجات والعظمى 15 درجة، في بورسعيد الصغرى 8 درجات والعظمى 16 درجة. بالانتقال إلى درجة الحرارة في شرم الشيخ، فنجد أن درجة الحرارة الصغرى 12 درجة والعظمى 17، في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 17، في الأقصر الصغرى 7 درجات والعظمى 17 درجة، أما عن أسوان فالصغرى 7 درجات والعظمى 18 درجة. لتعرف أكثر على حالة الجو ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة منار، ونتعرف من حضرتك زي كل يوم على حالة الجو النهاردة. صباح الخير على حضرتك أستاذة سمر، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. احنا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة الملحوظ اليوم، رغم سطوع أشعة الشمس أو رغم زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على اغلب مناطق الجمهوريه، لكن الكتل الهوائيه المؤثره علينا ما زالت كتل هوائيه شديده البروده القادمه من جنوب وشرق اوروبا هتعمل على انخفاض درجات الحراره. العظمى اليوم على القاهره متوقع تكون 15 درجه مئويه خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل بتوصل ل 8 درجات، عشان كده الطقس هنقدر نوصفه ان هو بارد على القاهره الكبرى والسواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، بيكون مائل للبروده على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، اللي بيوصل لحد الصقيع في بعض المناطق من شمال الصعيد وكمان المدن الجديده وبعض المناطق كمان من وسط سيناء، يعني متوقع الصغرى على بعض المناطق من شمال الصعيد توصل لثلاث درجات، توصل لصفر في وسط سيناء. فطبعا الطقس خلال ساعات الليل قارس البروده خلال ساعات. ما هي فرص سقوط الامطار يا دكتوره منار؟ ايضا اليوم طبعا فرص الامطار ضعفت جدا وتلاشت على اغلب مناطق الجمهوريه، هتنحصر فقط على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد ومدنتي حلايب وشلاتين، لكنها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ايضا اليوم تكونت شبوره مائيه في الصباح الباكر، لكنها كانت شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وما اثرتش على الحركه او الرؤيه الافقيه على الطرق. متوقع استمرار الطقس ده الى يوم السبت القادم واستمرار انخفاض درجات الحراره، يمكن من يوم الاحد القادم ان شاء الله متوقعين نشهد نشاط للرياح وتعود فرص الامطار ثاني وكمياتها تزيد على السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري. لكن انخفاض درجات الحراره مستمر معانا على الاقل في منتصف هذا الاسبوع القادم باذن الله. نعم، بتوجه اليكي بجزيل الشكر دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، على هذا الكم من المعلومات والنصائح، شكرا جزيلا لك. اما الان مشاهدينا الكرام فنعود لاستكمال باقي فقرات استوديو هذا الصباح مع زميلي نهى ومحمود. شكرا ليك يا سمر طبعا على اخبار الطقس، وبالتاكيد لسه خدمتنا مستمره معاكي على مدار الساعتين الجايين، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم بننتقل على طول من اخبار الطقس لمواعيد القطارات من والى الوجه القبلي والبحري. تعالوا نتعرف عليها ونرجع نكمل مره ثانيه.
ودلوقتي هنروح مشاهدينا للرياضة والتمارين الصباحية اللي انتوا طبعا متعودين تتابعوها معانا كل يوم. وزي ما احنا عارفين الرياضة مهمة جدا لبداية اليوم للطاقة والدورة الدموية والنشاط، وازاي بتفيد الجسم ان احنا نبتدي بيها يومنا في البيت او في الجيم او في قبل الشغل. طبعا يعني الرياضة شيء مهم زي ما بنقول كل يوم، لازم كل الناس تواظب عليها. كابتن هشام العوضي مدرب اللياقة البدنية النهاردة هيقدم لنا تمارين جديدة نروح نشوفها ونرجع لكم. صباح الفل عليكم، صباح الحيوية والنشاط، صباح الرياضة. جينا لكم تاني بتمرين بطن من التمرينات بتاعتنا المختلفة. هنعمل حاجة حلوة قوي النهاردة ان شاء الله. بس عايز اقول حاجه قبل ما ابدا، انا ناس كتير كانت بتبعت وبتطمني ان هم فعلا الحمد لله الحمد لله جربوا التمرينات دي وجابت معاهم نتيجه كويسه، جربوها واتبسطوا منها. لسه يمكن النتيجه الكبيره ما ظهرتش، بس كل حد حس ايه شويه وجع كده بسيط في بطنه، حس فعلا ان العضلات اشتغلت من حيث اللي كان بيعمل تمرين وهو واقف وهو قاعد على حاجه ما بي او هو نايم في الارض، كلها حاجات بسيطه حسوا بشد فعلا. فواضح ان العضلات ما كانتش بتشتغل قبل كده، فلما اشتغلت حسينا بالشد بتاع الشغل. خلينا نقول مع بعض، احنا عارفين الفرق الكبير بين الشد بتاع الشغل بتاع العضلات، غير فرق طبعا الشد بتاع الاصابه او وجع الاصابه، دي حاجه ثانيه خالص مالناش دعوه بيها. فبيبقى وجع جميل كده لما نحس ان عضلاتنا مشدوده وابتدت تجيب نتيجه من تمرينات الحمد لله بسيطه، سواء وقت او عدد تمرينات ومجهود بسيط كمان يعني الحمد لله. نرجع ونقول النهارده هنعمل شويه تمرينات بطن، يمكن برضو على الارض لكن الاختلاف ان هي هتبقى استاتيك، هنعمل تمرينات بدون حركه. طيب قبل ما نبدا واحنا زي ما متعودين هنبدا نعمل شويه تسخين اللي هو المارش بتاعنا. زي ما اتفقنا المارش ده بيبقى دقيقتين ثلاثة أربعة حسب السيزون، لو شتاء والدنيا برد فبحاول أعمل أزود شوية عشان جسمي بس يسخن وعضلاتي تبقى مستعدة للشغل اللي أنا هعمله. طيب سخنا، يلا بينا ننزل ننام على الأرض ونعمل شوية تمرينات البطن اللي هي الاستاتيك اللي من غير حركة. أنا نمت على الأرض أوكي، زي ما اتفقنا أنا ما بخليش رجليا لمس الارض، انا بخلي كعب رجلي بس اللي على الارض. وقلنا ده ليه مهم قوي؟ عشان ما يكونش في شد عندي في اربطه رجلي ويبقى التركيز اكتر على عضلات البطن. اوكي احنا دايما متعودين نلعب بطن طالع نازل كرانش وكده، لا المره دي هثبت وعد 10 عدات او 10 ثواني. اهو كرانش بتاعنا العادي اهو، تمام 10 ثواني. تلاقوني حتى وانا طالع تلاقي في رعشه صغيره، العضلات منقبضه، العضلات فعلا منقبضه، يعني مش شرط ان انا اتحرك انقباض وانبساط انقباض وانبساط، لا انا انقباض ثابت. ده مهم قوي لحاجتين، بيقوي العضله زي المتحرك، ايوه يمكن ابسط شويه طبعا متحرك اكتر، في نفس الوقت بيرفع من تحمل عضلات البطن. اوكي فاحنا زي ما اتفقنا الكرانش بتاعنا العادي اهو هعمله بثبات، اعد 10 عدات او 10 ثواني. واخد الريست بتاعي اكرر ده 3 مرات، انا استريحت اكرر تاني. اوكي اتفقنا كرانش ستاتيك، ادي واحد محركتش اهو حاجه. طيب اتنين هعمل تمرين تاني، هرفع رجليا، بص بقى هرفع رجليا اهو اهو اوكي، مش تحت لا ولا فوق قوي، اللي هي زاويه 45 كده اهو اوكي، ثابت اهو 1 2 3 4 10 عدات او 10 ثواني وبعدين استريح. بيأثر على البطن كلها ولكن تركيزه بيبدا الـ الحركه من تحت لفوق، يبقى شادد بطن برضو من تحت شويه جامد شويه. تاني يلا بينا اهو زاويه 45 كده، زاويه 90 صح الكلام، وكده صفر، بين الصفر و90 زاويه 45 اهي، رجليا متنيه شويه صغيرين بس
ورقبتي مستريحه طبعا، وعد 1 2 أو 10 ثواني. اوكي خلصوا خلاص. اوكي استريحت، ادي تمرين تاني اقدر اعمله على 10 ثواني، او لو مستواي بقى احسن اقدر اعمله 15 ثانيه واكرره واستريح واكرره 3 مرات. تعالوا ندمج بين الاثنين، نعمل دمج بين الكرانش وبين رفع الرجل. بصوا ادي رجليا اهي، وادي انا رفعت نفسي شويه اهو، الاثنين مع بعض اهو استاتيك مش هتحرك. 10 ثواني استريح. ده بيشغل عضلات البطن يا جماعه حديد. بصوا تاني، بصوا اهو، بصوا حجر حجر فعلا. العضلات يعني مش قصدي عليا، قصدي ان العضلات بتبقى عامله انقباض جامد عشان تمسكني. لو مفيش عضلات بقى مش هقع، مش هتمسك المسكه دي. المسكه بتاعت رجليا في الهواء ونصي او كتفي مرفوع في الهواء، بطني اللي ماسكاني خلاص. فده بيشد عضلات البطن، اللي بعض الناس اللي زي ما قلنا مش قادره تحرك الجزء ده او الجزء ده عندها مشكله، او لو قادرين هنقول وزنهم زياده شويه مش قادرين يتحركوا، او كسلانين، يبقى عندنا التمرينات اهي خلاص. اخر التالت تمرين اللي احنا وريناه دلوقتي اللي هو الدبل ده اهو. العشر ثواني بتوعي وبستريح بكرر 3 مرات. ناخد واحد كمان اوكي. هرفع رجلي الاثنين فوق واميل بالجنب، فاكرين اللي انا كنت بطلع بايديا اثنين؟ لا انا هعمله كده، هميل بالجنب اهو، خلي ايديا لمس الارض واميل بالجنب. 1 2 3 10 وانزل اريح كتفي. تاني ارفع كتفي وكتفي ده لامس الارض وكتفي التاني اللي فوق بزاويه كده، وانزل 10 عدات. برضو اعمل الجنب التاني بقى عشان ما يزعلش، واريح 10 ثواني بتوعي واكرر تاني يمين وشمال عشان الجنبين يبقوا زي بعض. كل ده بيشغل عضلات البطن بتاعتي العاديه اللي هي ساكس باكس وعضلات البطن المائله اللي في الجنب كده. شكل بسيط قوي من التمارين. ناخد حاجه تانية استاتيك، لكن دي وتبقى زي ما اتفقنا بنعمل 5 تمارين بس. رقم 5 وتمرين مشهور قوي اللي هو تمرين البلانك، كلنا عارفينه. هعمله انا زي ما كنت نايم على ظهري، لا ده وضعه مختلف شويه. تمرين البلانك برضه هنقدر، عايز اقول ايه، ممكن يعني هو ميزته ان انا اقدر اقعد فيه اقصى حاجه، اقدر اقعد قد ايه؟ 10 ثواني 15 ثانيه خلاص. شوفوا بقى قدرتكم قد ايه، هوريكم حالا. هبقى على كوعي خلاص وافرد رجلي تمام. بصوا انا كده جسمي كله مساوي، لا ارفع الهيب شويه فوق شويه صغيرين بس كده شويه صغيرين، اثبت اوكي تمام. اعمل 10 ثواني او 15 ثانيه واستريح خالص 3 مرات، هيفرق قوي في قوه تحمل عضلات بطني. دي من التمرينات المهمة كويسة اللي تشد بطني وتخليني دايما الحمد لله ما يحصلليش أي إصابة. شاكر ليكم ومستنيكم المرة الجاية في حاجة متقدمة شوية. شكرا. طبعا بنشكر كابتن هشام العوضي على مجموعة التمرينات. لازم نحافظ دايما على تمارين الرياضة وخصوصا تمارين البطن اللي اداها لنا النهارده كابتن هشام، سواء النهارده او امبارح. وبالتأكيد بيكون معانا كل يوم الصبح مجموعة من الكباتن عشان يعرفونا على عدد كبير من التمارين. بننتقل طبعا مع حضراتكم من فقرة تمارين الرياضة لفقرة اخبار الرياضة، وهنرجع مرة تانية لزميلتنا سمر الزهيري عشان تعرفنا على اخبار الرياضة. اليك يا سمر. شكرا ليك يا محمود، والبداية مع اخبار كأس الامم الافريقية. We'll be right back.
تأهل المنتخب الوطني إلى دور 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بفوزه على نظيره السوداني بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. هذا وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 35، وبهذا ارتفع رصيد المنتخب بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الثاني. وينتظر منتخب مصر متصدر المجموعة الخامسة والتي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية ليواجهه في دور 16. هذا وتوج اللاعب أحمد حجازي بجائزة أفضل لاعب في المباراة. للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف هاني عبد النبي الناقد الرياضي. صباح الخير يا أستاذ هاني، وفي البداية يعني كلمنا، شفت نتيجة المباراة بالأمس بين مصر والسودان إزاي، وتعليقك على تشكيل الفريق وأداء اللاعبين. صباح الخير يا سمر، مبروك لكل جماهير مصر الفوز امبارح. بالطبع احنا عدينا أصعب الخطوات اللي هي خطوة مرحلة المجموعات والتأهل لدور ال 16 للمرة الثانية على التوالي في النظام الجديد لبطولة أمم أفريقيا بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 24 منتخب. أعتقد كل الجماهير كانت سعيدة امبارح بالخطوة اللي أقدم عليها كارلوس كيروش بتثبيت التشكيل بتاع منتخب مصر ووضع اللاعبين في مراكزهم للمرة الثانية على التوالي بعد المباراة السابقة، واللي عاد بشكل كبير جدا على أداء المنتخب الوطني في امتلاك الملعب، برغم ان في بعض المشاكل الفنية او آفة انهاء الهجمات اللي كانت ممكن تخلي النتيجة اكبر من كده بكتير، الا اننا نقدر نقول ان احنا تجاوزنا مرحلة المجموعات بنجاح شديد، ونتمنى في المباراة المقبلة يوم الأربعاء الساعة 6 ان شاء الله ان يحالف الفريق التوفيق في الصعود الى دور الثمانية ان شاء الله. بالحديث عن المباراة القادمة استاذ هاني، تتوقع هيكون في تطوير اكتر في اداء يعني المنتخب الوطني؟ وسؤال اخر، هل يعني تتوقع انه ممكن نقابل مين؟ هو بالطبع احنا نتمنى ان نقابل اي من منتخبات سيراليون او غينيا الاستوائية، خاصة ان الاثنين ما عندهمش من الخبرات في الادوار الاقصائية الكثير، إلا أن أي فريق أو لما بنتكلم على منتخب مصر منتخب بينافس على البطولة ومؤهل أن هو يحصل الكأس، مش هيفرق معاه المنافس اللي هيقابله في الأدوار الإقصائية. إحنا مستعدين أن إحنا نقابل أي فريق، إلا أن إحنا متأكدين أن المجموعة الخامسة مش هيكون في طريقنا فيها في دور الـ 16 منتخب الجزائر، خاصة أنه هو خلاص بات مستحيل ان منتخب الجزائر يحصل على المركز الاول وبالتالي يلعب على المركز الثاني او الثالث وبكده. تتوقع استاذ هاني يعني عوده الونش وابو الفتوح المباراه القادمه هل ممكن يشكل فارق في اداء المنتخب؟ بالطبع، مع ان احنا نقدر نقول امبارح ان كان فرس الرهان عندنا في منتخب مصر كان محمد عبد المنعم اللي لعب مكان الونش، الا ان وجود الونش طبعا لديه من الخبرات الدولية الكثير، وأحمد فتوح الاثنين، واحد لعب أولمبياد أولمبياد الأخيرة أولمبياد بكين، والتاني لعب كأس العالم في روسيا، وبالتالي الاثنين عندهم من الخبرات الكثير اللي يقدموا المنتخب مصر في الأدوار الإقصائية. أعتقد أن منتخب مصر أداؤه هيتحسن بزيادة مع ثبات التشكيل ومع حفظ اللاعبين تحركات بعض بشكل كبير جدا، ومع رغبة اللاعبين في أن هم يردوا في الملعب من خلال النتائج على مطالب الجماهير اللي بتطالبهم بتحقيق بطولة، خاصة أن ما ينقص محمد صلاح حاليا للتتويج بلقب أفضل لاعب في العالم. نعم. هو التتويج ببطولة قارية مع منتخب مصر. بشكرك شكرا جزيلا على هذا النقد والتحليل الأستاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. فاز المنتخب النيجيري على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد في ختام لقاءات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية. اللاعب عمرو صادق افتتح التسجيل لنيجيريا، ثم سجل اللاعب ويليام إيكونغ ثاني الأهداف في الدقيقة 75، ليصعد الفريق إلى دور 16 متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط.
يلتقي اليوم الخميس منتخب الجزائر مع كوت ديفوار ضمن المجموعة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك لحجز بطاقة التأهل للدور 16 من البطولة. ويخوض المنتخب الجزائري المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، حيث إن التعثر سواء بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من المنافسات. تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية في نسخته الأولى، حيث يلعب إسترن كومباني مع فريق الاتحاد السكندري في الثانية والنصف عصرا، بينما يستضيف بيراميدز فريق المصري البورسعيدي في الثانية والنصف أيضا، ثم يلعب فريق فيوتشر أمام مصر للمقاصة في الخامسة مساء. يستضيف أرسنال فريق ليفربول اليوم في إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيقام اللقاء في 10:45 مساء. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم بملعب أنفيلد معقل ليفربول. فاز فريق توتنهام خارج أرضه على ليستر سيتي 3-2 في مباراة مؤجلة من الأسبوع 17 ببطولة الدوري الإنجليزي. وبهذا الانتصار المهم ارتفع رصيد توتنهام إلى النقطة 36، بينما توقف رصيد ليستر عند 25 نقطة. ختام جولتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، والآن عودة إلى استوديو هذا الصباح وإليك زميلتي نهى. شكرا لك يا سمر، شكرا جزيلا. وهنكمل أخبارنا دلوقتي. النهاردة بتمر ذكرى رحيل واحد من رموز الصحافة المصرية، هو الكاتب الكبير ورائد الصحافة الأستاذ جلال الدين الحمامصي، اللي كان له دور كبير خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، ده الدور الوطني اللي تسبب في دخوله السجن عام 1943، رغم أنه كان في الفترة دي عضو منتخب في مجلس النواب. كمان ترأس تحرير عدد من الصحف المصرية الشهيرة خلال مسيرته، كان أبرزها جريدة أخبار اليوم، ده غير عمله على تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط. رحم الله رائد الصحافة جلال الدين الحمامصي، وتفاصيل أكتر في العرض التالي. كمان هنتكلم النهاردة عن الفنانة الراحلة سعاد مكاوي، واحدة من أكثر الفنانين اللي امتد عطائها لألوان مختلفة من الفنون، وتم تلقبها بأميرة المونولوج، ده بعد النجاح طبعا في المنافسة كمونولوجيست محترفة، وغير عملها كمان الفني في التمثيل والغناء الاحترافي وثقة السينما والإذاعة المصرية فيها. زاد الإنتاج السينمائي عن 35 فيلم ليها تقريبا، ده غير كتير من الأغاني والمونولوجات
اللي أكدت على موهبتها وعطائها الفني الكبير. في ذكرى رحيلها نتعرف أكتر على معلومات من هذا العرض عن سعاد مكاوي. التدخلات الدوائية ممكن يكون ليها تأثير سلبي على صحة وسلامة الإنسان، عشان كده مهم أننا نتأكد أن الأدوية اللي بناخدها ما بتتعارضش مع بعضها. ده اللي هنتعرف عليه مع حضراتكم من خلال العرض التالي. من الأخبار الهامة برضو اللي موجودة معانا هيكون عن الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، انتهت من إعداد أول أطلس للحرف التراثية في الوادي الجديد، ده عشان يكون النموذج الأول من نوعه، وده بيرصد الحرف التراثية بالمحافظة وتوزيعها على خريطة استخدمت فيها تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، والجهود كمان اللي بتتم في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالصناعات اليدوية واللي حققت العام الماضي 197 مليون دولار، ده كإجمالي الصادرات من الحرف اليدوية والتراثية المصرية، وده كان من خلال الفترة بس من يناير لسبتمبر 2021. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتورة غادة عطا يوسف، رئيس الفريق البحثي بالهيئة العامة للاستشعار عن بعد. بنرحب بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية يعني عايزين نعرف منين جت فكرة وجود أطلس بيحدد الأماكن للحرف اليدوية، سواء داخل مدن في محافظة معينة أو حتى لو إن شاء الله هيبقى بشكل كبير لمحافظات مصر كلها. هو الحقيقة يعني هي هيئة الاستشعار أصلا بتهتم بالتنمية وبتهتم بخدمة المجتمع، وأصلا مني بنطلع أطلس كتير في مجالات مختلفة، أطلس جيولوجيا لسينا، أطلس هيدرولوجي، أطلس طبوغرافي، بنطلع كم كبير من الأطلس لكل مجالات التنمية المختلفة. لكن فكرنا الحقيقة من سنتين فاتوا إن إحنا نعمل أطلس للحرف اليدوية، لاهتمام الدولة بالحرف اليدوية وبالأخص الحرف التراثية اللي هي ليها مرجع تراثي عندنا من عصر الفرعوني، من عصر الإسلامي القبطي، فدورنا على أكتر الحرف دي عشان نعملها توثيق مكاني، إن أنا أعرف أماكنها وحددها وأعمل لها حصر عشان أعرف إيه المخزون الهوية المصرية بتاعتي فيه. عشان كده فكرنا ان احنا نعمل الأطلس ده للحصر والتوثيق بشكل كبير. طيب دكتور غادة، لو حد عنده حرفة او بيعمل حاجات عنده حرف يدوية يعني وعايز يوثقها من خلالكو، ازاي يتواصل معاكو؟ والله هو مش هو الحاجات دي بتبقى عمل مؤسسي، يعني احنا اشتغلنا في الموضوع ده مع وزارة الآثار، مع محافظة الوادي الجديد، اشتغلنا على مستوى المحافظة بشكل كبير، احنا اشتغلنا محافظة الوادي الجديد كلها، نزلنا في 5 مراكز وابتدينا نشوف بتعاون طبعا مع الجهات المعنية هناك، ابتدينا نعرف فين أماكن الجمعيات، فين الورش اللي موجودة، وابتدينا نتعرف على الناس ونتكلم معاهم ونعرف الحرف بتاعتهم ايه هي وايه أهويتها ومين اللي بيشتغل وعدد الناس اللي شغالين، وابتدينا نعمل لها حصر مكاني، بنعمل لها توثيق الأول، قواعد بيانات، وبعدين نبدأ نعمل لها خرائط، وبعدين بعد ما نعمل الخرائط
نبدأ نعمل أطالس بالصور وبالمعلومات وبالخرائط اللي احنا عملناها، لكن هي ما بتبقاش أشخاص. طيب دكتور، لو رحنا بقى لمحافظة الوادي الجديد، ليه بدأتوا بيها وهل تم الانتهاء من الأطلس ده؟ وعايزين برضو نعرف يعني المستهدف برضو غير ان احنا بنوثق ده، هل بيطلع مثلا هيبقى فيه اطلاع على الأطلس ده من قبل الجهات الخارجية مثلا، وزارة التجارة والصناعة مثلا تستفيد بده عشان موضوع التصدير؟ يعني احنا يعني اول ما بدأنا محافظة الوادي الجديد، لان هيئة قومية للتشارع عن بعد في بروتوكول تعاون كبير بينها وبين محافظة الوادي الجديد، في شغل مشترك بيننا كتير قوي. الحاجة التانية ان هي غنية وارض بكر لكل حاجة حلوة بصراحة. محافظة الوادي احنا اشتغلنا بقالنا سنين طويلة بنشتغل فيها الهيئة. الحاجة التانية ان احنا وثقنا لكن عملنا حاجات تانية. احنا عملنا تقييم صوت اناليسز للحرفة دي، الحرفة دي ايه اخبارها. احنا اشتغلنا على ثلاث حرف مني اللي هي السجاد او النسيج والفخار والحاجة الثالثة وهي منتجات النخيل، ودي اكتر ثلاث حرف ليها مردود في التراث والهوية المصرية. اشتغلنا عليهم بشكل كبير ولما قيمناهم لقينا ان الحرف دي غنية وليها، واتفرجنا على جداريات كتير واتفرجنا على حاجات في المتاحف ليها نفس الشكل بنفس الانواع الجريد والسلال والمنسوجات. محافظة الحرف اليدوية من اكتر الاماكن وادي جديد اللي فيها إليم حلو جدا بصناعة حرفية من الصوف، الحقيقة حاجات جميلة محتاجة مننا دعم، محتاجة انها طبعا تتطور. لان المشكلة اللي احنا لقيناها لقينا ان الحرف مش كلها على نفس مستوى، يعني احنا في المحافظة كلها لكن مش كل الحرف على نفس مستوى الجودة والتقنيك العادي، ممكن حرف كويسة وممكن حرف اقل في الجودة. ليه ما نرفعش مستوى الاداء للحرف دي عشان الاستخدام العصري دلوقتي؟ ليه ما نرفعش المستوى ده عشان ينافس السوق العالمي؟ انا نفسي يعني احنا لما كنا بنعمل كده كنا عايزين نعلي او نطور من الحرفه دي الى جانب التوثيق، وانا اعرف اماكنها فين وحدودها ايه وشكلها ايه، لكن انا في الاخر وفي الاول انا نفسي اطورها، عشان خدمه مجتمعي، عشان اعمل سوق عالمي ليها. الحقيقه نفسي قوي ان احنا نعمل بلاتفورم مثلا للحرف اليدويه لتسويقها، بس ما اعملش بلاتفورم لوضعها الحالي، اطورها ادخل ناس من مثلا كليات فنون تطبيقيه، الناس اللي تعرف تشتغل التكنولوجي العصري او الشكل العصري، وادخله على الحرفه القديمه عشان اعليها عشان اجيب لها زبون او سوق عالمي. مظبوط. يعني وده اللي ان شاء الله احنا بنستهدفه جميعا، سواء الدولة والمؤسسات المختلفة والإعلام وما إلى ذلك، إن شاء الله نوصل زي ما حضرتك بتتمني بإذن الله. دكتورة غدا عطا يوسف، رئيس الفريق البحثي بالهيئة العامة للاستشارة عن بعد، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نخرج مع حضراتكم لفاصل ولسه مكملين فقراتنا وأخبارنا في هذا الصباح. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. بيبدأ موسم الامتحانات وبتبدأ معاه حالة الطوارئ في أغلب البيوت المصرية، واللي بتصاحبها حالة توتر وضغط أسري وكمان ضغوط نفسية بتكون على الطلاب، سواء من الأسرة عشان يذاكر بشكل أكبر أو بسبب القلق اللي بيجيله بسبب الخوف من الامتحانات. فطبعا الطلاب بيحتاجوا دعم نفسي كبير في المرحلة دي، وبيحتاج كمان توفير مناخ مناسب للمذاكرة. عشان نعرف ازاي ممكن نعمل ده بنرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتوره ولاء شبانه، استشاري علم النفس والخبير التربوي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. نور عليكم. اهلا وسهلا دكتور. هي طبعا فتره الامتحانات دايما فتره غلسه على كل الاهل وعلى الاولاد، ازاي الضغوط في الوقت دي ده يقل؟ يعني دايما ان الاولاد اللي بيذاكروا كتير بيبقوا خايفين من الامتحانات، واللي مش بيذاكروا بيتعرضوا لضغوط من اهلهم، ذاكروا ذاكروا ذاكروا، فبالتالي بيبقى الموضوع ضغط عصبي 24 ساعة، ازاي يتغلبوا على القصة؟ هو واضح ان الضغوط دي اسلوب حياة اصلا عندنا كمصريين، يعني بيذاكر مش بيذاكر لازم يبقى في ضغط نفسي. لكن انا بس عايزه ابسط الدنيا شويه، اللي هي فكره ان عمر ما حضرتك ما هيحصل لك ستريس غير عادي الا اذا كنت فعلا محطوطه تحت ضغط.
بمعنى ان انت منتظره نتيجه، ان في حد ضغط عليكي، ان في حد دايما بيمارس عليكي سلبيات غير عاديه او بيمارس تشجيع بشكل سلبي برضو غير عادي، كل الحاجات دي بتمثل بالنسبه للطفل بقى كمان، يعني ما بالك بصي الكبير احنا بنقول ايه، فما بالك الطفل بقى كمان بيستشعر الحرج والضغوط الشديده دي حواليه بدون ما يكون يعني مستوعب لاهميه حاجه زي دي. احنا بنحاول ان احنا ندرك اهميه المذاكره والمستقبل والهدف مع مراحل هي مش المفروض تدرك الحاجات دي. هو كل اللي احنا محتاجينه في الفتره دي بالذات في المراحل الاوليه من التعليم ان احنا نحبب الاطفال في المذاكره. الحمد لله من اول كي جي 1 لغايه ثالثه ابتدائي ما فيش امتحانات اصلا، يعني اذا حتى الاستريس بتاع الامتحانات ده مش موجود. وان كنت الحقيقه بلوم على مدارس كتير جدا بتمارس برضو هذه الضغوط وهي لا تدرك على الاطلاق ان الفكره ليست مجرد تقييم، لا الموضوع بالنسبه للاطفال والاهالي ما بيتناولهوش هذا التناول على الاطلاق. طيب احنا دلوقتي داخلين على وقت المفروض ان هو وقت الريفيجن بالنسبه لنا او وقت المراجعه الكامله، تم انجاز ما يمكن انجازه وفي حاجات ما قدرناش ان احنا نعملها، نساعد اولادنا ازاي في الفتره اللي جايه؟ بقى هو ده اللي مهم بالنسبه لنا. نعمل ايه بقى؟ نعمل إيه؟ اولا التغذيه المناسبه للطفل في المرحله دي مهمه جدا. يعني في ناس بمناسبه بقى الشتاء والمذاكره دايما بتبقى الاكل بالنسبه لها يعني دي حاجه يعني رئيسيه، فتلاقيهم بيعملوا انواع من الـ من الـ من اللحوم والدهون اللي هي يعني مشبعه بشكل غير عادي اعتقادا منهم ان دي تغذيه سليمه للاطفال، وتلاقي بقى المحاشي والبط وكل ما لذ وطب بيطلع ايام المذاكره، في حين ان المفروض انا في وقت المذاكره او في وقت المراجعه تحديدا كمان انا محتاجه ان الصحه العامه تبقى للطالب كويسه جدا، محتاجه ان هو يكون بيتناول وجبه كامله من كل حاجه فيها البروتينات الكافيه، فيها الكربوهيدرات، فيها كل حاجه ولكن بشكل متوازن، ابعد عن الدهون الزياده اللي هي بدل ما هتعمل لي تنشيط هتعمل لي تكاسل للطفل، ابعد عن وقت ان دايما الام المصريه الاصيله دايما داخله بصينيه السندوتشات اثناء الاكل وخارجه بيها وبيضرب العيل في الحاله دي لو ساندوتش فاي. طيب هو المفروض احنا ده جسم بني ادم احنا مش اله، الفكره بالنسبه لنا ان لو الطالب ده جعان ما ينفعش ان هو يذاكر لان كل تركيزه وتوجهه بيبقى بالظبط للجوع وخلاص، ما بيبقاش مركز في المذاكره خالص. وفي نفس الوقت بمجرد ما حضرتك ما بتتناول اي اكل حتى الكبير بتقعد على الاقل من ساعه ونص لساعتين الاكسجين كله متجه للمعده، فما فيش حاجه رايحه ناحيه المخ اطلاقا. يبقى اذا ما ينفعش ان انا احط كتاب وجنبه ساندويتش ابدا. عايزه حضرتك تدلعي ابنك او بنتك كفايه قوي ان يبقى فيه عصير فريش او سناكس بسيطه اصلا جنب المذاكره، تتجنب لي تماما ان يبقى فيه توجه غير عادي بالشكل ده اللي هو بيحصل في الوجبات الكامله بالنسبه لنا، ده بالنسبه للتغذيه يعني. طيب في نقطه بقى يا دكتور عايزين نتكلم فيها، احنا دي التغذيه، طريقه المذاكره، في مدرستين، مدرسه اللي هو لازم تقعد 6 ساعات بتذاكر او 7 ساعات او 5 ساعات يا بيحطوا طيب، وفي الطريقه اللي هو ما تخرجش بقى اصلا بره الاوضه، ده الامتحان بكره، هو عايز يبقى ابنه يفضل جوه الاوضه. في ناس طبعا برضو زي ما حضرتك قلت بيساعدوا اولادهم وبيبداوا يشوفوا الجزء اللي ناقصهم او بيراجعوا معاه، هل في طريقه مثلى عموما او الاحسن لطريقه المراجعه قبل الامتحانات؟ الطريقه المثلى بالنسبه لنا ان انا اكون مدركه ابني او بنتي شخصيتهم ايه، لان في فروق فرديه ما بين الاطفال وما بين بعضها بتحتم عليا ان انا افهم. البنت ممكن تستوعب الدروس بتاعتها في خلال نص ساعه ساعه، وفي طفل تاني ممكن ما يستوعبش لو قعدت تعيد معاه الدرس اكتر من 6-7 ساعات، في حد ممكن يفهم بطريقه السرد العادي اللي هي الطريقه القديمه الروتينيه بتاعتنا، وفي حد لازم تدخل مجال الانتراكتيف ليرنينج بالنسبه له او التعلم التفاعلي عشان يقدر يستوعب. لذلك ما نقدرش كمتخصصين ان احنا نحط سيستم معين يمشي بيه الطالب على سيكونس يقدر ان احنا في الوقت ده نقول ان هو كده نموذجي، لا. لذلك لازم احترم قدرات ابني. المهم بالنسبه لي بقى عشان يبقى في مقياس ثابت هو ان انا أدرك قدرات ابني ماشية مع الكيف بتاع المذاكرة ازاي، يعني الكيفية اللي بيخرج بها الطالب بعد ساعة أو بعد 6 ساعات هي دي المناسبة ولا لا، مش الكم. يعني ما أقولش هو ذاكر مثلا 4 يونتس ولا 5 يونتس، أنا المهم بالنسبة لي هو استوعب كام يونت من اللي هو ذاكرهم، هل ان هو قادر يحاكي معايا هذا الدرس، هل هو قادر ان هو مثلا في مجال القراءه هل قادر ان هو يفسر كل كلمه لوحدها ولا بيقرا الجمل على بعضها، ودي معاناه الحقيقه بتبقى في المراحل الصغيره اللي هي بيقرا بنظريه الجشتلت اللي هي ممكن يقرا الجمله على بعضها لكن ما يعرفش يقرا كلمه في نص الكلام، ودي بتحصل مع اهالي كتير قوي. فالمهم بالنسبه لي ان انا ابقى مستوعبه ابني كيفيه استيعابه ماشيه ازاي، هو ده المفروض الصح بالنسبه لي. طب دكتور يعني خليني اسال حضرتك حاجه، في اطفال او في اولاد عامه بيبقى عندهم عقده من ماده معينه، يعني الماث او العلوم الساينس العلوم او رياضيات او يعني بتبقى، فمثلا بيبقى اول ما نفسيا ما بيبقاش مؤهل انه يذاكرها او بيخش الامتحان
بيعمل وحش، فبالتالي الامتحان اللي بعديه بيبقى ذكرياته وحشة. فإزاي يتغلب على حاجة زي دي؟ يعني إزاي هو خلاص حتى لو هو دماغه مش علمية أو مش عارف يستوعب المعلومة العلمية، لما يخش الامتحان تاني يقدر أو يقدر يذاكر، يقدر يبقى عنده الاستيعاب على المادة دي؟ بصي، هو مبدأ المراجعة عشان أقدر أن أنا يعني أستوعب هو حقق قد إيه من الامتحان اللي قبليه، دي للأسف بيبقى ليها نتيجة سلبية سيئة جدا. فأنا بقول دايما أن بعد الامتحانات أي مادة إحنا قبلنا فيها أيا كان هذا بلاء حسن أم غير حسن، خلاص دي مادة وعدت وخليني في اللي جاي. لكن في عموم الاستذكار دايما إحنا طبعا بمختلف المستويات والعقليات ما بين الأطفال وبين بعضها، طبيعي إحنا نفسنا بيبقى عندنا ميول لمادة دونا عن الأخرى. الفكرة إن أول حاجة بالنسبة لي ما دعمش دايما فكرة إن الطفل ده ما بيحبش الرياضيات مثلا أو ما بيحبش العلوم، ما حاولش إن أنا دعم دايما الفكرة دي ولا أكررها قدام الطالب عشان ما تترسخش بالنسبة له أكتر. دي أول حاجة بالنسبة لي. الحاجة الثانية إن لو أنا مثلا عامل النهاردة سكادجول معين عشان أقدر إن أنا أذاكر مثلا العربي والإنجليش والساينس، هو ما بيحبش الساينس، دايما أخلي الحاجة الصعبة هي الآخر، يعني افتح نفسه دايما بالماده اللي هو بيحبها واشجعه واديله طاقه كويسه جدا واخلي الماده اللي هي بالنسبه له مش مستساغه بس للاخر. دكتور، في ناس عندهم عقد من مواد معينه اللي هو انا مهما ذاكرتها مش هفهمها. يعني انا كان في واحده زميلتي كانت بتحفظ المسائل في الماث لان هي مش هتستوعبها. هي قدرات بس هي الفكره زي ما بقول لحضرتك ما ينفعش ان احنا ندعم الفكره دي عند الطفل، لان هو ايا كان مستوى ذكائه. بصي يعني احنا بنقيسها ازاي؟ لو مثلا الطفل ده عنده 5 مواد، الخمس مواد جايب فيهم 100% ومادة واحدة بس جايب 50%، في الحالة دي يبقى العيب في المدرس، لا يمكن يكون العيب في الطالب. ولكن لو أنا هقول إن العيب في الطالب مثلا ممكن كقدرات خاصة، هقول إنه ممكن يجيب فيها 70، ده يبقى عيبه هو، 75 80، يبقى عيبه هو فعلا لعدم ميوله لهذه المادة أو لعدم استساغته للمادة العلمية، المادة العلمية أو عدم استساغته للمدرس أو يعني الملقن لهذه المادة. فدي تفرق كتير جدا. لكن طالما هو قادر يحقق ريت كويسة في بقية المواد يبقى ما اقدرش اقول ان هو هيسقط في المادة دي تحديدا، ابدا لا يمكن. وبعدين يا دكتور هي معمولة المراحل الاولى زي ما حضرتك بتقولي عشان احنا نعرف الميول. أيوة. وعشان بعد كده ما يجيش جنب بالظبط. لكن انا عايزة اطمنكم ان ما فيش حد بيبقى عنده الميول اللي بتصل درجة الكراهية بالنسبة له ان هو يسقط في مادة، لا. الا اذا كانت قدراته بوجه عام احنا بنقيسها بقى بالريت العام للمواد دي. يعني لو الريت العام بالنسبة لي بيقول ان هو مثلا متفوق جدا وبيقفل في مواد معينة ومادة واحدة، يبقى كده في مشكلة فعلا. لكن العموم بيقول ان ممكن يكون مقفل في كل المواد ومادة واحدة هي اللي درجتها ممكن تبقى، لكن مش هيرسب فيها يعني. طيب عايزين نروح لنقطة مهمة يمكن كررناها كتير لكن هي هامة، وكل ما حد بيبعت لنا يرجع يبعت لنا تاني انه عايز يعرفها، المناخ او الجو الملائم عفوا للمذاكرة. لان برضو كلمنا كتير مع حضرتك وعدد كبير من الخبراء، فكرة السفرة، فكرة جنب التلفزيون، فكرة انا بقعد جنب الشباك، طب سقعان طب بردان، الجو الملائم للمذاكرة. بص، الجو الملائم للمذاكرة بالنسبة لنا برضو في فروق فردية ما بين كل واحد والتاني. يعني السفرة ممكن تمثل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لطفل هو عادة ما بياكلش غير على السفرة، لكن في أهالي مصريين كتير ما بيستخدموش السفرة دي غير في المذاكرة بس. يبقى إذا أنا بعت يعني للضيوف بس مع الصيني والزرع اللي بيمشي مع الوزير، ده الطبيعي بالنسبة لنا. ففي الحالة دي أنا بعت أو استبعدت المثير الشرطي تماما اللي هو دايما بيربط ما بين الواقعة اللي بتحصل على السفرة دي وما بين المذاكرة. زائد ان في طفل عندي بطبيعه الحال هو قلوق او بيدور على اي شماعه، يعني لو هو قاعد في غرفه هاديه ممكن يقول لك انا ما بعرفش اقعد في هدوء بالمنظر ده، ممكن يعلق شماعه عدم المذاكره او التكاسل على ان هو قاعد في مكان مرتب، او ممكن يحصل فعلا كده. فخليني دايما اعمل اللي عليا قدر المستطاع واتجنب هذه الشماعه عشان اقدر ان انا اوصل الطفل للنتيجه المناسبه بالنسبه له، لكن اتجنب المثيرات اللي هي الشديده. يعني احنا الحمد لله بنتخانق على طول، بلاش نتخانق وقت المذاكره عشان ما اديلوش هذه الايه الشماعه. الحمد لله ربنا يديمها نعمه، ما بنقولش حاجه والله، بس على الاقل اتجنب وقت المذاكره بالنسبه له عشان ما اديلوش الفرصه للتشتيت اللي هو اصلا بيتلكك عشانه. احافظ على الاغذيه المناسبه زي ما بتقول اللي هي بتزود معايا التركيز، وطبعا مهم جدا الفواكه في الوقت ده، وابعد عن المواد الحافظه تماما. طيب دكتور، في حاجه دايما الاهالي بتعملها هي المقارنات. ما انت زميلك جاب اعلى، ما انت اشمعنى انت سقطت ما هو جاب كويس، اشمعنى انت جبت النمره دي. طبعا ده اكيد ليه تاثير سلبي جدا، بس في اهالي حد جاب سيرة قوي في أهالي بتستعمله بدافع إن هو يكون محفز،
رأيك إيه في قصة المقارنة؟ لا لا، موضوع المقارنة دي يعني الحقيقة شيء فاشل جدا سواء مع الكبير أو مع الصغير. ودايما بقول يا جماعة نحترم العقلية اللي ربنا خلقها، دايما نحترم الفروق الفردية اللي بين الطلاب وبين بعضها، بين الأطفال وبين بعضها، بين الأشخاص الكبيرة وبين بعضها. زي ما نقول دايما كده صوابعك مش زي بعضها أبدا. طبعا. ممكن يبقوا خمس إخوات وكل واحد إخواته مش قرايب بقى ولا جيران ولا حاجة، وكل واحد فيهم مختلف في طباعه وفي نسبة ذكائه وفي نسبة استيعابه وكل الحاجات دي. فلو سمحتوا نحترم قدرة ابننا أو عقلية ابننا، لأن هي دي الحاجة اللي هتديني مردود جيد. لما أكون أنا بضغط على الطفل ده بشكل غير عادي بهذه المقارنات، أنا بشتت دماغه. يعني أنا محتاجة أن دماغه تبقى فاضية في الوقت ده عشان يستوعب المعلومات الكافية. لا، أنا احتليت جزء كبير جدا من دماغه في أنه هو قاعد بيفكر هي ماما هتعمل فيا إيه لو أنا ما بقيتش زي ابن خالتي، لو أنا ما نجحتش زي ابن عمتي، لو ما كنتش زي الطالب الفلاني. فأنا أذيته بشكل اندايركت وأنا مش واخدة بالي. فأنا تجنب تماما موضوع الفروق، الموضوع المقارنات دي احتراما للفروق الفردية. طيب، ليلة ما قبل الامتحان دايما برضو الناس بتبعت لنا كتير وبنحاول ان احنا ننصحهم فيه بقى، برضو اللي هو بينام بدري وفي اللي بيطبق وكلمة التطبيق ومش عارف ايه، في اللي بيحب يروح بدري المدرسة عشان يبقى حاسس بالجو ويكسر جو الرهبة، في لأ بيفضل اخر وقته. النصايح ما قبل ليلة الامتحان لحد ما ادخل اللجنة بتاعتي او المكان اللي همتحن. ليلة الامتحان دي زيها زي أي وقت في المذاكرة، مفيش أي فرق ما بينها وما بين المذاكرة العادية خالص. كل اللي بيفرق بالنسبة لي إن أنا أثناء وقت المذاكرة العادية والوقت أفيلابل قوي بالنسبة لي، بعمل مثلا هايلايتس على حاجات معينة، يعني بعلم على الحتت اللي أنا مش مقلق منها يعني. بالظبط، بهتم بالحاجات اللي هي الرئيسيه اللي هي تقدر توصلني ليله الامتحان فعلا، ان انا اكون بجمعها بشكل سريع مش اكتر من كده، فاتعامل معاها زي اي يوم للمذاكره بشكل طبيعي جدا. طب لحد بقى الصبح واصحى واروح امتى والكلام اللي هو معلش معلش، ما احنا عشان زي ما بقول لحضرتك الناس بتتفرج، فاكيد بتقول دكتور ولاء عماله تقول لنا حاجات كتير فبيجيبوا سيره حد. لا هم عارفين ان انا طالعه كمان من ظروف الحمد لله، يعني خرجنا من الحمد لله. فكره بقى ان انا اروح اقف قدام اللجنه ولا اروح اقعد بدري ولا لا، يعني فكره قمه التوتر. قمه التوتر الحقيقه، يعني انا حتى اثناء امتحانات الثانويه العامه انا بشوف مشهد اولياء الامور، يعني انا مش عايزه اشبهه بحاجه وحشه والله، يعني بعد الشر عن اي حد، لكن الفكره مرعبه. فكره ان 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 انا حتى كبني ادم حاسس ان امي واقفه مستنياني تحت او ابويا منتظر ان انا اقول النتيجه اللي انا عملتها ايه، ده قمه التوتر النفسي يا جماعه. فالطالب احترم رغبته في ان هو حابب ان حد يبقى معاه، ده هيكون سبورت ليه، مفيش مشكله. مش حابب يبقى خلاص مفرضش نفسي او مفرضش عاداتي وتقاليدي الخاطئه على الطفل في الوقت ده، لان انا محتاج طاقته بالكامل. فارجوكم بلاش يبقى فيه اي دخيل على هذه الطاقه في هذا الوقت، لان احنا محتاجين فعلا كل ملي من تفكيره يكون فعلا بشكل ايجابي. طيب دكتور، لو احنا بنتكلم كمان دلوقتي عن فتره الكورونا والاوميكرون، وطبعا فكره انه يقعد طول الامتحان بكمامه او يذاكر بكمامه، او لو يعني نفسيا ازاي هيتقبل الفكره دي، بالذات لو السن الصغير، يعني ان هو مخنوق او ان هو مش عارف يذاكر، او يعني ازاي يتقبلها؟ بصي، هو المراحل الصغيره زي ما قلنا لغايه ثالثه ابتدائي هي ما فيش اصلا امتحانات الحمد لله، فما فيش فكره ان هو يبقى متشتت حتى بقله اكسجين بالنسبه له، لان طبعا الكمامه بتقلل الاكسجين بالنسبه للاطفال، فدي الحمد لله غير متوفره دلوقتي. لكن الكبار الحمد لله هم بداوا يتاقلموا اصلا على المبدا، وخلاص بداوا يغيروا في شكل الكمامات. انا بس يعني عايزه انبه ان الكمامه اللي بنقعد بيها بوقت كبير اكتر من لازم، مثلا يعدي الساعتين ثلاثه اثناء الامتحان مثلا، لازم احاول اتجنب ان انا اجيب الكمامه اللي هي تكون ملتصقه بالبشره اكتر من اللازم. فنحاول نجيب اللي هي ممكن تكون متسعه شويه بشكل او باخر، اللي هي زي لونها ابيض دي، بحيث ان هي يعني ما تسببلوش، لو بيلبس نظاره مثلا ما تعملوش ووتر فيبر مثلا عليها، او ما تسببلوش زياده في سخونيه البشره اكتر، فتعمله تشتيت زياده عن اللازم اثناء الامتحان. لكن كاجراءات احترازيه بوجه عام، احنا يعني نكاد نكون ادمنا الاجراءات الاحترازيه بشكل كبير الحمد لله. يعني دكتوره ولاء شبعنا، استشاري علم النفس والخبير التربوي، شكرا جزيلا لحضرتك، بتنورينا دايما ونصايح حضرتك دايما بتكون مفيده. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. يعني برضو قبل ما ننهي معاكم الفقره، بنعيد على حضراتكم بلاش توتر، ناخد الموضوع بسهوله، وان دايما ان الامتحان في الاول وفي الاخر هو تحديد مستوى مش تحديد مصير، تحديد مستوى. انا ببقى عارف انا
بحب ايه زي ما دكتور ولاء قالت لنا، انا بعمل ايه، انا اقدر اركز على ايه اكتر، يديني الانديكيشن او المؤشر انا قدام ممكن ادخل الجامعه اللي بحبها تكون دراستها كذا، فناخد بالنا من اولادنا ما نضغطش عليهم، ناخد المواضيع بسهوله ويسر، الموضوع ملوش اي علاقه بالتوتر باي حال من الاحوال، عشان ان شاء الله نقدر نعدي الفتره دي، وخصوصا زي ما قالت برضو نهى ان احنا في فتره يعني العالم كله بيمر باوقات صعبه، فمش محتاجين اوقات اصعب يعني. دي كانت فقرتنا عن طبعا نصايح ما قبل الامتحان. خلينا نروح دلوقتي حالا لموجز التاسعه صباحا ونرجع لزميلتنا سمر الزهيري. اليك يا سمر. شكرا لك يا محمود. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، هذا فضلا عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في تلك الأماكن. وخلال اجتماعه مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة، كما وجه باستكمال العمل على إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة. أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والبحرين والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، أكد الرئيس السيسي استمرار الدفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانبه عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التنسيق بشأن قرى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، تمهيدا لبدء الخطوات التنفيذية على الفور والخاصة بتصميمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذا الأراضي المطلوبة لاختصار الوقت المستغرق في ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تناول الاجتماع استعراض مقترح القرى المقرر دخولها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والمعايير المقرر على أساسها اختيار المراكز التي تتضمنها تلك المرحلة، وأيضا الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتنفيذها، وكذا ما يتعلق بالمرحلة الثالثة من المبادرة والإجراءات التي تضمن الاستدامة والاستمرارية لما يتم تنفيذه من مشروعات. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بفيروس كورونا ومتحوراته، ووفاة 33 حالة جديدة. هذا وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل خروج 1599 متعافيا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337627. هذا وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 403990، من بينهم 22238 حالة وفاة. اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الإجراءات التي ستتخذها الدول هذا العام ستحدد مدى سرعة إنهاء المرحلة الحادة من وباء كورونا ومدى الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية. وقال المدير العام للصحة العالمية تدروس أدهانوم أمام المجلس التنفيذي إن المنظمة تسعى لزيادة ميزانيتها بنحو 480 مليون دولار لتعزيز برنامج الطوارئ، داعيا الدول الأعضاء إلى اتخاذ مسألة التمويل المرن والمستدام للمنظمة على محمل الجد لمواجهة الجوائح الصحية.
سجلت ألمانيا أكثر من 100,000 حالة وحالة إصابة يومية بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. هذا وتوقع وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن تصل ألمانيا ذروة موجة انتشار الفيروس في منتصف فبراير، داعيا إلى فرض التطعيمات وجعلها إلزامية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل الموجة الجديدة المحتملة في الخريف. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تعود للإغلاق العام بسبب انتشار كورونا، وفي كلمة له بالتزامن مع مرور عام على توليه الرئاسة أكد بايدن أن متحور أوميكرون أصبح تحديا كبيرا يهدد البلاد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسببت بالكثير من التداعيات السلبية على الاقتصاد بما في ذلك ارتفاع الأسعار. أما رياضيا فقد تأهل المنتخب الوطني إلى دور 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بفوزه على نظيره السوداني بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. هذا وينتظر منتخب مصر متصدر المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية يواجهه في دور 16. ختم موجز التاسعة، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، والآن عودة إلى استوديو هذا الصباح إلى زميلي نهى ومحمود. شكرا لك يا سامح. أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية. دار مزادات سوتبس كشف عن ماسة قال عنها إنها ممكن تكون أصولها من الفضاء الخارجي. الماسة دي اسمها إنيجما وسعرها المتوقع أنه يتجاوز 6 مليون دولار، وتعرضت ضمن جولة في دبي ولوس أنجلوس قبل طرحها في مزاد علني في فبراير. المزاد ده هيكون في لندن، وحسب توقعات دار المزادات فالماسة حجمها 555.55 إيراد، اتقدرت ب5 مليون جنيه استرليني على الأقل، وده الرقم اللي بيوازي 6,800,000 دولار تقريبا. السعر ده راجع لندرة الماسة أو إن هي كمان لونها أسود وحجم الماسة الكبير مقارنة بالمعروضات السابقة في السوق، وإنها جاية من الفضاء. يعني برضو دي ما قصة، هو ما حدش يعني هو بيقولك يمكن تكون جاية من الفضاء، بس هي فكرة إن يعني 555 إيراد دي حاجة غريبة قوي. يعني بص هو مسكنها بايديه يعني، بس دي اللي هيشتريها يعمل يعني بيها ايه؟ دي لازم تتكسر يعني تعمل بيها قصدك يعني تتعمل حاجات اصغر. بصي هي زي ما بتشوفي بقى، احنا بنقعد نتكلم كتير في اخبار اللايت عن محبي الماسات وان هم يبقوا شايلين، انت عارفه بقى زي اللي هي الماسات البينك اللي بتبقى برضو نادره والماسة السوداء، فدي طبعا ليها محبين. بس خلينا نحسبها يعني يا محمود، 5 مليون استرليني تحسبي ايه يعني؟ لا ما بتحسبيش حاجة، احنا خلينا نقول بس الأخبار بس دي، ما نحسبش أي حاجة. خلينا نروح لي بقى موضوع آخر وخبر آخر، هو عن أكياس البلاستيك اللي بتعتبر من المنتجات أحادية الاستخدام، ليها خطورة طبعا كبيرة على البيئة سواء في التوسع في إنتاجها أو حتى في استهلاكها. عشان كده لو دورنا على أقدم كيس بلاستيك في العالم فهيبقى صعب إنك تلاقيه أصلاً عند يعني بشيء أو عند واحد بس، وهي أو شخص واحد بس. هي اسمها أنجلا كلارك، هي بريطانية عمرها 55 سنة بتعيش في ويلز البريطانية. ده لأن أنجلا دي هوايتها جمع أكياس البلاستيك. حالياً هي بتحتفظ وبتخزن 10,000 كيس بلاستيك في مخزن مبني في مصنع زوجها. العدد ده جمعته على مدار 46 سنة بالتحديد، ما بدأت الهواية دي سنة 1976 وهي لسه طفلة، وده كان خلال استعداد بريطانيا إنها تحتفل باليوبيل الفضي للملكة. من بعدها فضلت تجمع أنجلا الأكياس في معظم المتاجر اللي كان مطبوع عليها كمان علم الاتحاد أو صورة الملكة، وبعد سنة واحدة ما بدأت تجمع وصل عدد الأكياس ل 200 كيس عندها، كان بعضها من متاجر ومحلات ما بقتش اصلا موجوده دلوقتي. بتمتلك انجلا اقدم كيس بلاستيك بيرجع تاريخه لسنه 1954، وهو كيس مخطط بلونين وردي وابيض،
واشترت فيه والدتها كمان طرحة الفرح بتاعها في نفس السنة. ناس بتجمع مسات وناس بتجمع اكياس بلاستيك. احنا نجمع الاكياس. احنا نجمع الاكياس البلاستيك عشان نرمي فيها حاجات ونوديها بقى بعد كده في اي حتة. لكن هي برضو يعني هواية غريبة تجميع اكياس البلاستيك. بس هو عموما في ناس بتجمع حاجات غريبة يعني. في ناس بتقعد تجمع دبابيس. في ناس بتقعد تجمع جرايد قديمة. في ناس بتقعد تجمع حاجات كتير. فدي طبعا برضو زي ما بتجمع حاجة. طيب والله انا كنت فتره طويله بس دي حاجه يعني مهمه كنت بجمع طوابع وكان عندي الالبوم بتاع الطوابع ده بس بطلت بقى لي فتره بقى ومش عارف هو فين اصلا يعني كنت شايله من زمان وكان كل حد يجيب طابع من بره والله كان عندي الهوايه دي وكان في على فكره برضو وكنت فتره من الفترات بجمع الكوينز يعني من عملات مختلفه يعني سنت مثلا قرش ساغ الحاجات بس الكوينز مش العملات بس الورق فطبعا كل حد بيبقى بقول لك ليه هوايه معينه في ان هو يجمع حاجه كانت انجلا بتجمع الكياس البلاستيك. طيب من انجلا هنروح لخبر تاني هو عن الحيتان. مؤسسه مراقبه الحيتان الاستراليه رصدت مشهد لا يصدق. المشهد ده كان بطولته كانت سرب من حيتان الاوركا القاتله واللي انقذت حوت احدب ضخم وقع في شبكه. الاغرب من انقاذ حيتان الاوركا للحوت الاحدب ده إن الحوت الأحدب بيعتبر من وجباتهم أو اللي بياكلوها هم مميزة بالظبط كانوا رايحين ياكلوه لقوه يا عيني ممسوك في الشباك صعب عليهم تقريبا ده اللي حير فريق المؤسسة الأسترالية اللي بتتابع الحيتان واللي أكدت إنه بيعتبر الأول من نوعه في العالم اللي نجحوا في توثيقه بالفيديو في منطقة خليج برايمر على السواحل الغربية في أستراليا ظهر فيها الحوت الأحدب في شباك الصيادين وبعدها قامت حيتان الأوركا بتنفيذ دورات ومناورات حوالين الحوت الأحدب ده لحد ما حررته من الحبال وقطعتها وخرج منها طبعا موضوع الصيد أو الحاجات بتبقى يعني للأسف بتسبب ندرة للحيوانات النادرة أو اللي بتبقى قليلة ودي حاجة برضو سبحان الله يعني من الطبيعة الإلهية إن هو زي ما قلتي في الخبر يعني هو ان اصلا الاوركا بتاكل الحوت الاحدب فانها تنقذه لما تشوفه في وسط الشباك فده طبعا يعني اكيد فيديو هيحقق ارقام كبيره سواء في عدد المشاهدات او حتى في ان هو يتم تداوله لسنين طويله لان دي حاجه غريبه جدا واكيد عالم البحار زي ما احنا بنقول عالم فيه العديد من الغرائب منها انه حوت بياكل حوت تاني فيروح ينقذه دي طبعا من الاخبار اللي كانت معانا النهارده هنروح ليه بقى خبر خاص بقى بالأكل لأن أي حد مننا بيدخل مطعم بيستنى شخص يجي ياخد طلباته ويسأله إيه نوع الأكل اللي بتحبه أو عايزه ياكله إزاي ويطلب اللي هو عايزه بعد كده بينزل الأكل على طريقة نفس الشخص أو شخص تاني هو اللي بيجي يقدمه له لكن مش ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي في مطاعم أو مجموعة مطاعم صينية موجودة في شمال غرب إنجلترا استخدمت جارسون عبارة عن روبوت تكلفة الواحد منه حوالي 20,000 دولار وده بعد ما معاناة من نقص العمالة سواء بسبب جائحة كورونا أو نقص العمالة بشكل عام المطعم افتتح يعني من جديد بعد فترة الإغلاق الأخيرة في إنجلترا فقرر إنهم يجيبوا روبوت أصحابه اثنين واحد اسمه باولو وبيتر اشتروا الروبوت ده وبيتمتع إن هو ودود وروبوت ودود واعتبروه انه اقل كمان تكلفه من الجرسون لان اعتبروه انه حل مشكله التوظيف بشكل مستمر خصوصا ان رواد المطعم كمان تفاعلوا مع الروبوت ده زي ما احنا شايفين في الصوره وبقوا يتصوروا معاه وياخدوا سيلفي والاطفال طبعا مش بس كده كمان هو بيقدم يعني او مش بس بيقدم الاكل لكن بيغني طبعا بيقدروا يسجلوا عليه اغاني لرواد المطعم خصوصا في اعياد الميلاد او الاعياد بشكل عام اظن يعني تطبيق بقى فعلي للتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وانه فعلا يتم فكره كنا بنتكلم ان ممكن ايه من الوظائف اللي تستبدل بيبقى فيه روبوت هو اللي بيبقى مكان الوظيفه دي اهو بسبب كورونا وما فيش حد من العماله في الاخر اشتروا روبوت هو اللي بيقدم وفي نفس الوقت مش بس ان هو بيفيد في الشغل هو كمان بقى وسيله ترفيه فهي فعلا واكيد يعني الاطفال لما يشوفوه هيشغلهم شويه ويبقوا عايزين يكتشفوا ايه ده واكيد برضو هو هيكون اسرع وهيكون
اكيد كمبيوتر يعني كل حاجه بالكمبيوتر فيه، فيعني بالظبط. بس مش الناس، مش كل الناس هتعرف تتعامل معاه في الاول، اكيد مش هتتقبله في الاول قوي، بس هو يعني ده المستقبل ودي التكنولوجيا اللي احنا رايحين لها. خلينا نروح لخبر تاني، وهو فتاه استراليه عندها 10 سنين بقت أصغر مليونيرة في العالم، ده قراراً بالتقاعد عن العمل بعد سنوات لتصبح أصغر شخص يتقاعد في التاريخ. وأسست الفتاة بيكسي كورس، وتبلغ من العمر 10 سنوات شركة ألعاب بتحقق بالفعل أرباح ضخمة، هي بيكسيز فيدجتس. وده تقرير طبعاً أنت شايف يا محمود الفيدجتس دي، وفعلاً دي ظهرت الصيف اللي فات، وأنا ما كنتش فاهمة إيه سر حب الأطفال فيها يعني. ولا أنا لحد دلوقتي يجيبوا البتاع من الناحية دي ودوه الناحية دي ويرجعوه تاني. عارف بيفكرني، فاكر اللي احنا كنا بنلفها عشان الازاز ما يتكسرش، بس دي كانت ممتعه اكتر، نقعد نسمع صوت فرقعه على وفي تقرير مصور لقناة الغد ذكر أن الفتاة الأسترالية قد تتخذ قرار التقاعد بعد 5 سنوات وهي لا تزال في المرحلة الابتدائية. بيت نفسك دي. أطلقت بيكسي الألعاب الشهيرة في العام الماضي، وباعت في أول 48 ساعة من طرحها، وما زالت بتحوز على اهتمام العالم كله. كمان لدى شركة بيكسي كول شركة أخرى هي بيكسز بوز، والمتخصصة في اكسسوارات الشعر، وطبعا دي مش هي اللي انشأتها، دي كانت مامتها لما كانت طفلة. وأصبحت الشركتين دلوقتي جزء من بيكسز بيكس، واللي بتبيع أيضا ألعاب وملحقات أخرى للأطفال. اكتسبت قصة بيكسي عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، عشان جمعت أكثر من 100 ألف متابع على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي. أظن هتجيب أكتر من كتير، وخصوصا كمان الأطفال يعني موضوع الألعاب ده، وزي ما أنت بتشوفي من الحاجات اللي لا، وأنا مش فاهمة بيكس عجبتهم في إيه يعني. أنا حاولت أفهم والله، إن فيجيت تويز دي حاجة إحنا اشترينا منها كتير قوي، وأنا يعني أنا كل ما أروح في حتة وكلهم شبه بعض، وبعدين ما بيعملوش صوت، من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، وألوان مختلفة، بس يعني هي خلاص انتشرت بشكل كبير، بيقطعوا بعض عليها على فكرة. لو حد شافوا حاجة فظيعة والله العظيم. طيب هي كمان عايزين نقول انه يعني فكره بقى ان يبقى في طفله اصلا عندها يعني ده برضو من الخبر بعيدا عن الفيجي تويز، ان يبقى في طفله تبدا يبقى باسمها مشروع زي دي كانت حاجه من الحاجات اللي شدت متابعين السوشيال ميديا بشكل كبير. بكده بتخلص اخبارنا الخفيفه، وخلينا بقى نبدا معاكم برضو فقرات هامه واخبار هامه تانية. هنروح لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اللي بيقوم بدور كبير في دعم الشباب المصري وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير الدعم المالي أو الخدمات حتى غير المالية لهم. ده طبعا مع اهتمام الدولة الكبير بالمشروعات الصغيرة، مشروعات ريادة الأعمال، وده اللي عكسه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، اللي وسع الاهتمام بريادة الأعمال سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي، كان من خلال تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مبادرة إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة. خلينا نناقش الموضوع ده أكبر مع ضيفنا عبر شاشة إكسترا نيوز، الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي والخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طيب خلينا نتكلم عموما على وجود الحاضنة وتكليف السيد الرئيس بوجود حاضنة عالمية لرواد الأعمال وانعكاسها سواء على الشباب المصري أو حتى على شباب العالم في المستقبل بإذن الله. خليني أقول لحضرتك، يمكن فكرة الحاضنة نفسها دي هتلاقيها إن هي بتتناسب تماما مع توجهات الدولة. فكرة الحاضنات المحلية هي موجودة أوريدي، عندنا أكثر من 84 حاضنة في جمهورية مصر العربية بتملكها أو بتديرها بعض الجهات المختلفة، إذا كان جامعات، إذا كان قطاع خاص، إذا كان منظمات أو مجتمع مدني. إنما الجديد في تكليفات فخامة الرئيس النهاردة إن إحنا بنتكلم على حاضنة عالمية. فكرة حاضنة عالمية في معناها العام هي بتحمل رسالة كبيرة قوي قوي، إن فكرة إن إزاي حضرتك تبقى أتراكتف أو جاذب لرواد الأعمال من الدول المختلفة، يبقى دولة جاذبة في مجال ريادة الأعمال لرواد الأعمال من البلاد المختلفة والدول المختلفة عالميا.
والحاجة التانية برضو دعوة وجذب للمستثمرين اللي يحبوا ان هم يستثمروا في المشروعات الريادية الناتجة عن حاضنات الأعمال. فهي الفكرة هي فكرة ترتقي إلى توجه الدولة الحالي إلى تبادل الخبرات وإلى العالمية في الأداء. خلينا نتكلم إنما فكرة جمهورية مصر العربية في الفترات السابقة كان بتقتصر يمكن في على فكرة الحاضنات على الحاضنات المحلية اللي بتخدم المجتمع والسوق المصري وتبادل الخبرات الداخلية. في المرحلة الجديدة بتوجيهات فخامة الرئيس بننفتح على العالم ونرقى إلى العالمية وننافس بعض الدول الأخرى. خلينا نقول هي مرحلة منافسة بالدول الأخرى زي سيليكون فالي، زي هتلاقي بعض الحاضنات في دبي وغيرها. فإزاي إن إحنا نتعامل مع هذه الفكرة كدعوة مفتوحة لشباب رواد الأعمال على مستوى العالم؟ طيب خلينا نسأل حضرتك، لو تكلمنا عن الدور اللي بيلعبه جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ التكليف الرئاسي ده. خلينا أقول لحضرتك، يمكن إحنا بنتكلم كجهاز تنمية المشروعات. جهاز تنمية المشروعات يمكن كان ليه سبق في الفترة اللي فاتت بالتعاون مع شركاء التنمية إن هو أصدر قانون لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، أحد أهم محاور هذا القانون. بمعنى لما نقول قانون نقول هناك العديد من الحوافز الواردة في القانون دي لتشجيع رواد الأعمال على بدء عمل، أو رواد الأعمال من بدءا من تدريبهم وتأهيلهم إلى مرحلة تحويل أفكارهم إلى ما يسمى مشروعات قائمة. هناك العديد من الحوافز، بس احنا في توجهنا المستقبلي ان شاء الله ان احنا نزود العديد من الحوافز علشان يتناسب مع ما مع مبادرة فخامرة وتكليفات فخامرة رئيس الجمهورية، ان احنا نبقى مور اتراكتيف او نبقى جاذبين اكثر لرواد الاعمال والمستثمرين زي احنا بنقول في مجال ريادة الاعمال والحاضنات. اللي احنا بدأناه منذ التكليف ان احنا ابتدينا نتكلم مع شركاء التنمية على المستوى المحلي كوزارات مختلفة ومع الجهات الدولية، لان التكليف استكمل لو حضراتكم تتذكروه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. شركاء التنمية لا يقتصر فقط على الشركاء المحليين، انما يتضمن ايضا الشركاء الدوليين من جهات دولية راعية لما يسمى بالبي دي اس او تنمية الاعمال، ومن ضمنها احد محاورها طبعا الحاضنات ومسرعات الاعمال، بس احنا تركزنا في الوقت الحالي على ما يسمى حاضنات الاعمال. عايز برضو انتهز الفرصه ان انا اكد لحضراتكم ان احنا ماشيين على هذا الركب بقوه، ان قانون تنميه المنشات الصغيره اللي تم اصداره في 2020 او سنه 2020 ولائحته التنفيذيه في ابريل 2021 تداركت فكره وعرفت يعني ايه حاضنات الاعمال. كان هناك خلاف كبير قوي على التعريف، وانت عارفة حضراتكم لما نيجي نستهدف اهم حاجة في الاستهداف ان انا اعرف انا بقصد ايه بحاضنات الاعمال، كان هناك اختلاف للمفاهيم. حينما تم اصدار القانون بقى هناك توحيد لما يسمى بحاضنات الاعمال، ويمكن خصنا بيها قلنا هي شركات او منشآت او جامعات او غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف الى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الاعمال من خلال تقديم حزم من الخدمات الادارية والاكسس تو فاينانس او الحصول على التمويل بالاضافه الى الخدمات الاداريه. ويمكن حضراتكم والساده المشاهدين المطلعين على هذا المجال، يمكن الحاضنه دي بيتم انشائها عشان احتواء او خلينا نقول رعايه واحتضان الافكار الابداعيه اللي احنا بنتكلم عليها، الافكار غير التقليديه، الافكار ذات القيمه المضافه اللي تضيف الى الاقتصاد زي ما بنقول. طيب دكتور رأفت، يعني الناس بتسأل وبتتساءل كتير، هو ليه العالم مهتم قوي بريادة الأعمال؟ هي ليه مصر مهتمية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ هو معقول المشروعات حتى باسمها اللي المفروض يبقى عكس الموضوع، مشروعات صغيرة بتساعد دول في النمو الاقتصادي، بتساعد في تنمية الناحية الاقتصادية للدول؟ لو حضرتك حابب نبسط لهم الموضوع ده نشرح لهم ازاي. خلينا أقول لحضرتك لما نيجي منبص للمشروعات الصغيرة، خلينا نفرق شوية جزئيا ما بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال. خلينا نقول ده إحنا نقصد بيه إيه وده نقصد بيه إيه وإيه فايدة ده وفايدة ده. المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المجمل هي نسبة لا تقل عن أو يمكن تزيد عن 95% من تعداد المنشآت القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية.
خلينا نقول، وهنلاقي دون مثل يحتزى به، لان تقريبا النسب دي متشابه في معظم دول العالم، خلينا اقولها لحضراتكم. انما الجميل في الموضوع ده نشوف بقى الكونتريبيوشن او مساهمه هذا الكم في الاقتصاد. هنلاقي ان نسب فرص العمل اللي بيوفرها هذا القطاع نسب كبيره لا تقل عن 1/3 فرص العمل من خلال هذه المشروعات. هنلاقي ان هي بتساهم بدرجه كبيره قوي في توفير السلع والخدمات باسعار مناسبه للمستهلك بشكل او باخر. هنلاقي ان هي بتساهم في التنميه المكانيه، وده توجه الدولة في الوقت الحالي، ازاي ننمي الاماكن والمناطق المختلفة. المشروعات الصغيرة لها دور كبير قوي في التنمية المكانية في اطار 3 محاور لازمين للتنمية المكانية. هنلاقي عشان ننمي مكان لازم يبقى فيه وظيفة المشروعات الصغيرة بتقدر توفرها. هنلاقي ان عشان تنمي مكان لازم يبقى فيه سلع وخدمات المشروعات الصغيرة بتقدر توفرها. هنلاقي ان في أيدي عاملة، خلينا نقول برضو المشروعات الصغيرة زي ما احنا بنقول بتوفرها. اللي أنا أقصده أن المشروعات الصغيرة لها أبعاد كبيرة، ناهيك طبعا عن أن هي ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بالمشروعات الكبيرة. إذا كانت بتبقى مورد للمنتجات أو سلاسل الإمداد للمشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى أنها بتبقى نافذة لتسويق منتجات المشروعات الكبيرة، فهناك علاقة تكاملية ما بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة بشكل أو بآخر. هناك اتجاه اخر وده مهم جدا، وده يمكن توجهات الدوله لدعم صادرات المشروعات، دعم الصادرات بشكل اشمل. ويمكن حضراتكم عارفين والساده المشاهدين فكره ال 100 مليار دولار حجم الصادرات، والدوله دلوقتي عملت قفزه الى حد ما في الصادرات، انما طموح الدوله ووزاره التجاره والصناعه وجهاز تنميه المشروعات ان ازاي يبقى دور المشروعات الصغيره في صادرات القطاع الخاص يتعمل لها جامب تزداد. فمهم جدا جدا نقول ان ده دورها. في بعض الدول زي كوريا وغيرها المشروعات الصغيره بتقوم بدور كبير قوي قوي في دعم صادرات هذه الدول. ده اللي احنا بنحاول نعمله في اطار اعطاء دفعه وتمكين للمشروعات في اطار حزم من الخدمات الماليه والغير ماليه وبيئه تشريعيه مناسبه لانطلاق هذه المشروعات ولعبها دور قوي في التنميه الاقتصاديه. في جناح اخر لأهمية المشروعات الصغيرة لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، هو البعد الاجتماعي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بتتضمن إن هي بتحاول إن هي، خلينا نقول لحضراتكم، بيبقى ليها مردود على الشخص نفسه وعلى أسرته وعلى الكوميونيتي أو المجتمع اللي متعايش عليها، بتأدي إلى ثبات وتماسك الأسرة نفسها. ناهيك عن ان معظم المشروعات متناهيه الصغر في جهاز تنميه المشروعات في جمهوريه مصر العربيه، خلينا نقول، بتعمل فيها مراه. ويمكن حضراتكم في الفتره اللي فاتت دي شفنا توجهات الحكومه وتوجهات فخامه الرئيس بالاهتمام بالصناعات الحرفيه. خلينا نقول الصناعات الحرفيه لا يقل نسبه المراه العامله في هذه المشروعات عن 65%. خلينا اقولها لحضراتكم، مهم جدا ان احنا نقول ده التوجه. ده بالنسبه للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر والمتوسطه. طب المشروعات الرياديه، المشروعات الرياديه في حد ذاتها هي القوه الدافعه للاقتصاد بشكل اخر، لان هي بتتكلم على مشروعات غير تقليديه ذات قيمه تنافسيه او قيمه مضافه مرتفعه ومستوى عالي، خلينا نقول، من الجوده. طبعا بيحف هذه او بيتزامن مع القيمه المضافه دي وهذه النوعيه من المشروعات نسب من المخاطر. يعني كنا احنا دايما نقول رياده الاعمال بترتبط بالابداع والابتكار والمخاطر. في اطار الحاضنات بتحد من هذه المخاطر. الحاضنه، فكره الحاضنه هي احتضان مشروع وخصوصا في السنوات الاولى من انشائه. بيحتاج احتضان دعم فني، تمويل، استشارات، تكنولوجي وهكذا. فده يمكن فكره الاحتضان كفكره عامه. فكرة اللي احنا بنقول عليها هي فكرة ازاي بقى ننتقل من احتضان محلي. أسأل حضرتك عن حاجة مهمة وهو القطاع الخاص. تفضلي يا أستاذة نور. يعني أهمية التوسع في إشراك القطاع الخاص، إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وطبعا شركاء التنمية في المبادرة الرئاسية لحاضنة رواد الأعمال العالمية. خلينا أقول لحضرتك، لما نبص على القطاع الخاص هي فكرة، خلينا أقولها ونأكد على كده، هي فكرة الوين وين، كله كسبان. القطاع الخاص حينما يشترك في حاضنات الأعمال هتوصل له، هتيجي أفكار جديدة يقدر يستثمر فيها ويقدر إن هو يربح ويكسب من وراها. خلينا نقول لحضرتك إن القطاع الخاص ودخوله
كسي اس ار في هذه، وفي على فكره مبادرات كثيره قوي ظهرت من رجال اعمال في هذا الاتجاه، يعني في بعض الجهات اللي ابتدت تشترك مع جهاز تنميه المشروعات في عقد مسابقات للافكار الابتكاريه الجديده، وده ده ده شيء محمود جدا من بعض رجال القطاع الخاص اللي هم مهتمين بالتنميه الاقتصاديه. ناهيك عن انه في مرحله ما القطاع الخاص نفسه او كبار رجال الاعمال او غيرهم هيقدروا يستفيدوا، ناهيك عن انه الجهات الدوليه اللي احنا بنتكلم عليها، الجهات الدوليه احد اهدافها خلينا نقول او احد اهداف تعاوننا مع الجهات الدوليه هي نقل الخبرات في اطار الرؤيه العامه للدوله اللي بتقودها خلينا نقول القطاع الخاص. يمكن لما نبص على رؤية مصر 2030 اللي كل الدولة بتشتغل عليها منذ إصدارها، هي بتنص على أن تمتلك مصر الحديثة اقتصاد تنافسي ومتنوع ومتوازن يقوم على الابتكار والمعرفة. لما نقول الابتكار والمعرفة هنلاقي أننا بنتكلم على ريادة الأعمال، بنتكلم على الأفكار خارج الصندوق اللي تضيف إلى الاقتصاد، وطبعا لما نقول على في هذا الإطار هنلاقي أن القطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هتلعب دور كبير قوي في تحقيق هذه الرؤية في إطار التنافسية وتنوع المنتجات والتوازن زي ما بنقول يعني. نعم. الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم على كل هذه المعلومات. خلينا نستكمل مع حضراتكم لسه فقراتنا وخدماتنا اليومية، وطبعا بنروح لحالة المرور في بث مباشر مع كاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع مراسل إكسترا نيوز أيمن عماد. أيمن، أطلعنا على المزيد من داخل غرفة العمليات، وخصوصا اليوم هو نهاية الأسبوع أو الويك إند، ومتوقع طبعا عدد كبير من بيكون وقت الذروة، لكن هنتعرف منك دلوقتي الحالة المرورية عاملة إزاي. صباح الخير عليك محمود، صباح الخير عليك يا نهى وعلى السادة المشاهدين. زي ما أشرت النهاردة الخميس يعني متابعة الحالة المرورية بتحظى باهتمام خاص من قبل المترددين على الطرق في هذا اليوم يعني بشكل كبير. لا يعني لكن في البداية دعني أطمئن الجميع أن الحالة المرورية في هذا التوقيت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم يعني قد تكون انسيابية على معظم المحاور والميادين. لو هنروح لأبعد نقطة من هنا في العاصمة الإدارية من يعني طريق بن زايد الجنوبي، الحالة المرورية يعني بتشهد انسيابية مرورية في كلا الاتجاهين كما تبين الصورة. ولكن لو هنيجي هنا في كوبري تحيا مصر للقادم من يعني الساحل أو الجيزة بشكل عام ومتجه إلى السادس من أكتوبر، والطريق يعني والعكس أيضا بيشهد انسيابية مرورية في كلا الاتجاهين. هنروح هنا أيضا للمحور 26 يوليو، المحور الأهم طبعا لسكان السادس من أكتوبر القادم من السادس من أكتوبر أو اللي أعمال في 6 أكتوبر في كلا الاتجاهين بيشهد يعني للقادم من ميدان لبنان إلى السادس من أكتوبر بيشهد انسيابية مرورية كما توضح الصورة. أما القادم من السادس من أكتوبر إلى ميدان لبنان أو رمسيس بيشهد يعني كثافة مرورية متوسطة ولكن غير مؤثرة في هذا التوقيت. يعني لو هنيجي هنا في للقادم من المريوطية لأعلى الدائري لنزلة الصحراوي متجه إلى السادس من أكتوبر أو ميدان الرماية بتشهد انسيابية مرورية كما توضح الصورة. والاتجاه الآخر للقادم من السادس من أكتوبر أعلى الدائري في منطقة المتحف المصري الكبير إلى المريوطية بيشهد انسيابية مرورية كبيرة. هنا من منطقة البحر الأعظم أو أعلى الدائري من لنزلة البحر الأعظم للقادم من القاهرة الجديدة أو المعادي اتجاه السادس من أكتوبر أو المريوطية بيشهد أيضا انسيابية مرورية، والاتجاه العكس أيضا للقادم من المريوطية إلى القاهرة الجديدة أو المعادي بيشهد انسيابية مرورية في هذا التوقيت. النزلات يعني نزلة البحر الأعظم أيضا ما فيش أي زحام سواء هنا أو الطالع من ميدان الجيزة أو القادم من الجيزة إلى البحر إلى الدائري أيضا ما فيش أي زحام. طريق الأوتوستراد أيضا للقادم من حلوان إلى القاهرة أو العكس أيضا ما فيش أي زحام مروري في هذا التوقيت. هنيجي هنا في طريق السويس في معظم الاتجاهات كما تبين الشاشة ما فيش أي زحام في هذا التوقيت، كما أشرنا مسبقا بأن الحالة المرورية في معظم الأنحاء بتشهد في هذا التوقيت انسيابية على معظم المحاور والميادين في كل محافظة القاهرة والجيزة وأيضا هنا الدائري اتجاه
يعني او المريوطيه من مواصله المريوطيه ما فيش اي زحام في هذا التوقيت، عدا منطقه واحده وهي اللي بتشهد في هذا التوقيت زحام نظرا للتوسعات اللي بتحدث، وهي قبل نزله المنيب في هناك توسعات الدائري اللي بتحدث في هذه المنطقه، فهناك تاثير على حاله المرور في هذا التوقيت، ولكن في الاتجاه المعاكس ما فيش اي زحام. يعني هنا ايضا يعني محور الصحراوي او نزله الصحراوي من اعلى المحور انسيابيه مروريه والاتجاه المعاكس، يعني ربما تكون الشاشات بينت معانا الحاله المروريه في هذا التوقيت ما فيش اي زحام الا في بعض النقاط اللي بتشهد توسعات كما اشرت في اعلى الدائري قبل نزله الصعيد، ولكن في معظم الانحاء والشوارع الحاله المروريه في هذا التوقيت بتشهد انسيابيه كبيره، يعني التحديثات الكبيره التي طالت الطرق والتحديثات الكبيره التي طالت منظومه الاشارات في معظم الانحاء، التحول الى الرقمنه بشكل كبير في معظم الخدمات التي تقدم ربما تكون لها انعكاسات كبيره على الحاله المروريه في الشوارع اللي بتشهد انسيابيه في معظم الانحاء. اليك مره اخرى. الزميل ايمن عماد مراسل اكسترا نيوز من داخل غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا ليك. تكلمنا طبعا كتير قبل كده عن خدمات تجديد تراخيص السيارات الكترونيا من خلال بوابه المرور الرقميه، واللي بتقدم خدمات اكثر ومميزات لسداد قيمه الخدمات للسائقين الكترونيا. خلونا نتعرف اكثر عليها في العرض التالي. أهلا بكم مرة تانية. من الأخبار الهامة اللي كانت موجودة وبتخص مصر اتكلمت عنها صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، إنها ألقت الضوء على اكتشاف مقبرة يونانية بتحتوي على 20 موميا في منطقة غرب أسوان في مصر، ده خلال عمل بعثة أثرية مصرية بيشارك معها بعثة إيطالية مشتركة. الصحيفة وضحت إن عمليات الحفر تمت بواسطة جامعة ميلانو والمجلس الأعلى للأثار، وده خلال دراسة الباحثين للمنطقة المحيطة بضريح أغا خان الثالث اللي تم بناؤه عام 1956 في موقع مقبرة قديمة، وبيحتوي الموقع على أكثر من 300 مقبرة من القرن 16 قبل الميلاد وأحد القرن الرابع الميلادي. خلينا نتعرف أكثر عن هذا الاكتشاف مع دكتور عبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر كلها طيبه وفي امن وامان دايما يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. لو نتعرف طبعا على اكتشاف هذه المقبره وما تحوي، ويعني ازاي كان بيتم رصد هذه المقبره والعثور على محتوياتها. اولا في البدايه بس قبل ما ندخل في التفاصيل، يمكن احنا كان لنا لقاء سابق عن هذا الاكتشاف الهام جدا واللي اعلنت عنه وزاره السياحه والاثار، عشان بس نقول كل كلمة مذكورة في هذا النشر الصحفي اللي من أحد الصحف الأجنبية. أولا المنطقة دي هي منطقة الأغاخان المحيطة بضريح الأغاخان، امتداد لمنطقة مقابر النبلاء الموجودة في الشمال على بعد حوالي 350 متر. المنطقة نفسها حتى الآن لم يحدد أعداد المقابر، ولكن حتى الآن تم الكشف عن حوالي 32 مقبرة، يعني المقبرة اللي الحديث عنها حاليا هي المقبرة رقم 32، ليس لها علاقة إطلاقا بموضوع كليوباترا أبدا كما ذكرت هذه الصحيفة، ولكن المقبرة تعود فعلا إلى العصر اليوناني الروماني. مقبرة مميزة جدا، لها جزئين، الجزء العلوي مبني من الطوب اللبن المقبى، وكان ده شيء جديد بالنسبة للمنطقة نفسها، والجزء السفلي محفور في جبل الحجر الرملي الموجود في منطقة الأغاخان. المقبرة بتتميز بأن في مقتنات أثرية تم العثور عليها مثل الكارتوناج، بعض موائد القرابين، بعض اللوحات المنقوشة عليها أسماء بعض المتوفين. من خلال المومياوات اللي تم العثور عليها داخل هذه المقبرة والتوابيت، تبين أن هذه المقبرة مقبرة جماعية. يمكن احنا عندنا أمثلة كثيرة جدا
في المنطقه نفسها ان الدفنات كانت جماعيه في مقبره واحده، وده بسبب تزايد عدد الامراء والاميرات وكبار رجال الدوله اللي كانوا عايشين في منطقه الاليفانتين اللي تم دفنهم في هذه المنطقه في العصر المتاخر والعصر اليوناني الروماني. المقبره بتتميز ايضا بوجود بعض الكتل الحجريه والتوابيت المتناثره حول هذه المقبره اللي بيدل على ان في ممكن تكون مقابر تانية، ولكن لم يتم تحديدها كما ذكرت الصحيفة بأن في 300 مقبرة. حتى الآن لم يتم تحديد عدد المقابر الموجودة في هذه المنطقة، وما زالت البعثة تعمل، البعثة المصرية والإيطالية، يمكن ده أنا بعتبره بعد فضل ربنا طبعا سبحانه وتعالى الاستقرار السياسي والاهتمام القيادة السياسية. دكتور عبد المنعم، أنا كنت لسه عايزة أسأل حضرتك السؤال، إزاي تم التعاون بين البعثة الإيطالية ومصر، وإزاي تم التواصل لاكتشاف هذه المقبرة التي تحتوي على 20 موميا؟ بالفعل حضرتك يمكن سؤال مهم جدا، في إن الحمد لله من عام 2018 تم عمل أو بداية عمل البعثة المصرية الإيطالية، وفي تعاون كبير جدا مش بس في الكشف الاثري نفسه عن المقابر اللي تم الكشف عنها كمان حضرتك، لا ده كمان البعثه بتتعاون في تامين هذه المنطقه تماما، مثل تركيب الابواب الحديديه للمقابر اللي تم العثور عليها، مثل بناء حجره للحراسه، اناره المنطقه نفسها من البعثه المصريه الايطاليه بتعاون كبير جدا من الجانب الايطالي. ويمكن الحمد لله كان ده توجيه من وزاره السياحه والاثار بتحويل جميع البعثات الأجنبية العاملة إلى بعثات مشتركة على الأقل أو بعثات مصرية خالصة، لكن لاحظنا في التعاون إن في تعاون مثمر جدا من خلال هذه البعثة الإيطالية المصرية الموجودة في منطقة الأغاخان، وما زال هذا التعاون مستمر، لأن احنا عايزين نعمل أيضا عن طريق الوزارة والتعاون من هذه البعثة سايت مانجمنت للموقع نفسه بعمل صور حوالين الموقع، وفرصه بالنسبه لنا ان شاء الله في المستقبل القريب عشان احنا مجاورين لمنطقه الدير المفتوحه للزياره ان نفتح هذا الموقع للزياره عن طريق وزاره السياحه والاثار. طيب دكتور، بما ان حضرتك يعني مش هنقول كذبت، لكن وضحت انه موضوع انه ملوش علاقه بكليوباترا، احنا بقى عندنا شغف ان احنا نعرف الاكتشافات القادمه والفتره القادمه بيحصل فيها ايه، واحنا بندور طيب على كليوباترا ولا لا؟ لا، واحنا بص حضرتك عشان الناس تبقى عارفه كويس جدا، حتى الان لم يتوصل الساده العاملين في مجال الاثار او الاثريين او علم الايجيبتولوجي اين مقبره كليوباترا، يعني ما فيش يعرف، لان احنا عندنا عشان تبقى الناس عارفه كويس، احنا عندنا 7 كليوباترا في العصر اليوناني او في فتره الاحتلال اليوناني في مصر، المشهوره جدا واللي الناس كلها بتتكلم عليها هي كليوباترا السبعه. اخر نقش موجود لينا في صعيد مصر في الجدار الخلفي لمعبد دندره لكليوباترا السبعه، لكن بالنسبه بعد جنوب دندره لغايه النهارده ما عندناش اي نقوش او اي اشاره لكليوباترا السبعه في صعيد مصر. إيه لغايه النهارده فين هي مقبره كليوباترا؟ هل هي دفنت في مصر او لا؟ حتى الان ما فيش تاكيد من علماء الاثار الى اين او فين هي مقبره كليوباترا، عشان بس الناس بتعمل نوع من، انا اسف جدا، نوع من البروباجندا احيانا في بعض الصحف والكلام ده كله، لكن حتى الان لم يتوصل احد اين دفنت كليوباترا وعلى وجه التحديد كليوباترا السبعه، لكن هل في حد دلوقتي بيدور عليها او حد مثلا في شغف ان هو تتلقي المقبره؟ لا، ما فيش، في حفاير منظمه موجوده في مصر بتدور على مقبره كليوباترا السبعه على وجه التحديد. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور عبد المنعم سعيد مدير اثار اسوان، شكرا جزيلا لحضرتك. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز برامج التوعية لكل المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية اللي تم اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة للتشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات دي خصوصا في الأماكن اللي بتشهد تواجد كثيف من المواطنين، زي طبعا المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، كمان الأماكن العامة والخدمية. أكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الكثافات البشرية في الأماكن دي وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير فيها للحفاظ على المسار المتوازن اللي انتهجته الدولة على مدار الجائحة. وهينضم لينا على التليفون دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني طبعا في البداية عايز أسأل حضرتك الوضع العام للفيروس كورونا دلوقتي وأوميكرون، وطبعا بالإضافة حضرتك تكلمنا عن تشديد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ واتباع كل الإجراءات الاحترازية.
في الواقع احنا حاليا بنشهد زياده في الاعداد، وخاصه بمتحور اوميكرون اللي هو سريع الانتشار، وطبعا ده بيخلي في اعداد كبيره من المصابين بدات فعلا انها يتم تسجيلها من خلال وزاره الصحه وكمان من خلال العيادات الخاصه والمستشفيات، وده بيأكد على ان احنا فعلا في مرحلة فيها زيادة من الحالات، وخاصة كمان مع دخول موسم الشتاء واللي كمان بتزيد فيه حالات البرد والإنفلونزا الموسمية. وعلشان كده احنا علينا ان احنا نلتزم بكل اساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية عشان نقي انفسنا ونقي اهلينا من الإصابة بفيروس كورونا او حتى باعراض البرد والإنفلونزا، لانها برضو بتسبب مشاكل كبيرة في الجهاز التنفسي. طيب دكتور، يعني انا عارف ان احنا ممكن نكون سالنا ومع ضيوف كتير ودكاتره كتير زي حضرتك، لكن بنحب نوضح للناس، لان هو ده السؤال اللي هو هم بيتفرجوا دلوقتي بيسالوا، اعرف ازاي انا عندي انفلونزا ولا اوميكرون؟ هو الحقيقه كلينيكيا بقى صعب جدا التفرقه بين الانفلونزا والاوميكرون، لانه الانفلونزا بتصيب الجهاز التنفسي العلوي، واوميكرون برضو بيصيب الجهاز التنفسي العلوي. يمكن هو ده الخلاف بينه وبين دلتا اللي هو المتحور السابق اللي كان بيصيب الرئة والحويصلات الهوائية ويؤدي إلى ضيق في التنفس ونقص في الأكسجين والتهاب الرئوي. لكن طبعا من ضمن العلامات الحقيقة اللي هي حكة الزور اللي يمكن أوميكرون يعني تميز بيها، وكمان بيبقى فيه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة والكحة الجافة في بعض الأحيان. طبعا على الجميع الحقيقة أي حد بيعاني من أعراض تنفسية في الجهاز التنفسي عليه أن هو يعزل نفسه فورا ويبعد عن القريبين ليه، علشان دلوقتي الإصابات الحقيقة بقت عائلية. طيب دكتور، انا كنت يعني معظم الحالات اللي بتتسجل ان هي عندها اوميكرون ما بيبقوش عندهم اي اعراض، او بتبقى حاجه بسيطه جدا اشبه بال يعني الانفلونزا او الزكام الخفيف جدا. طب يعني هل كل الناس اللي اصيبت بيه في العالم حتى مش في مصر بس كانت اعراضهم كده، ولا في ناس تعبت جامد واتنقلت المستشفيات زي الموجات السابقه لكورونا؟ لازال طبعا في وفيات، احنا بنتكلم على فيروس نشط وفيروس جديد، لازال لسه في وفيات، وعلشان كده في تخوف طبعا من الاصابه بفيروس كورونا اللي هو اوميكرون. الوفيات طبعا هي موجوده في كبار السن والناس اللي بتعاني من الامراض المزمنه، وبعض الاحيان كمان في صغار السن والشباب والاطفال. وعلشان كده الحقيقه الاصابه يمكن نسب الحالات البسيطه اعلى من دلتا في اوميكرون، لكن الحالات الشديده لازالت موجوده، وفي حالات بتخش المستشفيات بتحتاج فعلا الى اجهزه تنفس اصطناعي في بعض الاحيان، وفي وفيات بيتم تسجيلها نتيجه الاصابه باوميكرون. نعم. طيب دكتور، برضو عشان برضو الاسئله، احنا بنحاول نسال الاسئله اللي المواطنين بيسالوها بالنسبه للاطفال ويعني الحفاظ على الأطفال من أوميكرون، هل الفترة القادمة ناخد بالنا من حاجة معينة سن معين، ولا لسه الأبحاث في فكرة أوميكرون والأطفال ما ظهرتش قوي؟ طبعا للأسف أنه أوميكرون لم يعد يفرق بين الكبار والصغار، وأنه صغار السن برضو بيتم إصابتهم وتظهر عليهم أعراض الإصابة، وإن كانت الإصابة بتكون خفيفة ولكن هم بينقلوا الإصابات إلى أسرهم، وزي ما قلنا إنه الإصابات دلوقتي بقت عائلية، واحد من الأسرة تم إصابته ممكن إن هو ينقل العدوى لكل من هو حوله. أوميكرون يعني معدل انتشاره الحقيقة أعلى، والآر نوت اللي إحنا كنا بنقيسها بنشوف إنه المصاب يقدر يصيب كام شخص، لقينا انه الانفلونزا مثلا الشخص بيصيب من 2 لـ 3، اما دلتا كان بيصيب من 6 لـ 7، دلوقتي اوميكرون بيصيب من 14 لـ 16 شخص. ده يدل على الخطوره، وناخد بالنا. عشان كده بنقول كويس ان الدوله واتجاهات الدوله لتشديد الاجراءات الاحترازيه، ولازم كلنا ان احنا نحافظ عليها. احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس سابقا، شكرا جزيلا ليك. وده هو الختام، موجود مع حضراتكم بهذه النصائح، ناخد بالنا
ما حدش يتجمع في أماكن فيها مزدحمة، ناخد بالنا من الإجراءات الاحترازية على قد ما نقدر، ونبعد عن التجمعات زي ما احنا قلنا، وما نفتكرش الموضوع. بالعكس زي ما الدكتور قال، الشتاء كمان محفز للإصابة بشكل عام سواء إنفلونزا أو فيروس كورونا. وبتنتهي حلقتنا مع هذه النصيحة، دايما هنكون معاكم كل يوم الصبح من 8 ل 10 عشان نقدم لكم مجموعة من الفقرات في هذا الصباح. بشكرك يا نهى على الحلقة، وإن شاء الله بكرة كمان تبقى معنا. شكرا جزيلا ليك يا محمود، وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا على مدار الساعتين اللي فاتوا. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح.